المكان يلي اجيت منه يلي هو انطاليا، الحياة فيه ماشية ببطء، اما باسطنبول الكل مستعجلين. اذا ما بعدتوا عن طريقهم بيدفشوكم بكتافهم، او اذا ما دفشوكم بيزوروكم بعيونهم. يمكن انا اصير مثلهم بيوم من الايام، ممكن كون مخرجة عم اركض، او مصورة حاملة كاميرا على كتفي وماشي، او مساعدة مصمم ديكور حاملة شي قطعة ديكور، لانه السينما هي اختصاصي وهي اكبر احلامي واكبر طموحاتي. ورا هذا الباب مستقبلي اللي جاي والحلقة المفقودة من ماضي بابا. سهيلة وصل الطرد تبعي؟ هلا وصلوا، رح ابعث لك اياه لجوا. اي يلا بعتيه، شو عم تستني؟ عفوا منك، انا بدي اشوف سراج اوزان. ما رح مثل، يلا لشوف. ارجوني، شو رح تعملوا بدوني؟ علي جان، شو عليه؟ لنشوف شو رح تعملوا بعد هلا. علي جان لو سمحتي، لا تلسيني. طيب ماشي، خلص ما تلحقيني بقى. طيب روحي شوي، خذي لي تاكسي اذا سمحتي. فورا علي جان بيك. علي جان شو عم تحكي انت؟ معقول اذا ما لعبت دورك رح يوقف الفيلم؟ والله اذا ما لعبت دوري رح يوقف الفيلم. إيه؟ اذا انا ما لعبت دوري رح يوقف الفيلم؟ معناها ليش ماني موجود؟ ليش ماني على بوستر الفيلم؟ ليش ماني موجود؟ روحي قولي لهم اذا ماني على البوستر المشهد الاخير ما رح صوره وخلص. شو يعني ما رح تصوره علي جان؟ لا تلبسي نظاراتي. طيب ماشي، رح اسالك سؤال واحد بس وبدي تجاوبيني. جوائز افضل ممثل يلي توزعت السنه الماضيه مين اخذهم؟ معقول هالحكي كرمال شي وحياتك؟ لك جد ما عم اقولها كرمال شي، بس عم اسالك مين اخذهم؟ البرتقال الذهبية، التوتة الذهبية، المشمشة الذهبية، الضراب السخن، مين أخذوا لهدول كلياتهم؟ جاوبيني أنت. لكن شو صاير بالذهب؟ نازل سعره؟ معناها ليش ماني موجود على البوستر؟ ليش؟ شو السبب؟ فهميني علي جان لو سمحت، ما تعمل هيك لو سمحت. عمري حياتي أنت، اسمعي ليكي، علي جان يوجي صوي تعب كتير، لأن هذا اللي عم يصير معه هو ما بيستاهله. إذا علي جان يوجي صوي بده اليوم يلعب دور كاتب منحوت جسمه وجذاب، فهو قادر بكل بساطة يلعبه لهذا الدور بأي فيلم ومع أي مخرج، ولا شو رأيك؟ أكيد صح كلامي؟ وأنا من شان هيك إذا ما كنت على البوستر ما رح صور. إيه بس هاد لسه البوستر الأول. غير هيك إذا انسحبت من التصوير مكتوب بعقدك إنك مجبور تدفع مبلغ تعويض. كيف؟ ما ترد. ما تسمع. ما تسمع علي جان، خلص ولك انك ما عم صدق. لك ليش؟ ولك انا لاني عملت بهذا السيناريو قبلت باجر رمزي وكرماله اعتذرت عن ثلاث اعمال وواحد من هالثلاثه شكور ودور مستمر. ها بعرف. ورفضته طبعا. إيه؟ مو بس لاني عملت مشكله لاني ماني موجود على البوستر بيعاقبوني وبيدفعوني تعويض كبير، ما هيك؟ لا ما في هيك شيء. لا علي جان ليك انا رح حاكي المنتج ورح لاقي حل وسط. والله عن جد؟ ايه اكيد بدك تلاقي حل وسط. لك لميس اي حل وسط رح تلاقي؟ انت مديرة اعمال علي جان اللي هو انا ولا مديرة اعمال المنتج؟ مديرة اعمال علي جان. معناها بتقلي لهم انه انا ما رح صور. ليكي انا اذا بضطر ببيع البرتقان الذهبيه والمشمشه الذهبيه تمام، بس ما بخليهم يقولوا يا حرام ليك وشو صار بعلي ما جان تبيع. ماشي التاكسي بقى. استنى، بتروحي بتقلي لهم الفيلم يلي صورتي مانع على بوستره ما بصور فيه. طيب والله لا اعمل فيهم هيك. هيك صار بقلب علي جان يوجي صوي، مكسر. كنت جيبي بدون بنزين أنسى سهام ودلقي على الممثل اللي مولع مثل النار. عمو بكر ممكن تجي؟ تمام يلا ناطرينا. من بعد إذنك كنت بدي أشوف سراج أوزال إذا ممكن. طيب عندك موعد؟ موعد ما في، بس بدي أياه بموضوع ضروري.
ايه بس سراج بيك ما بيشوف حدا من غير موعد مسبق، يعني اذا بتحبي سجلي اسمك وتليفونك وتركي لي السي في تبعك وانا ببقى بوصل له اياهم. بس انتي ما تتأملي كتير ماشي؟ هي الوكالة من اهم الوكالات بالبلد، لهيك ما بيشتغلوا غير مع النجوم وما بيهتموا بالممثلين الهواة. انا مو ممثلة وماني ناوية اكون ممثلة حتى، بدي احكي معه بموضوع تاني مهم، لهيك من بعد اذنك يا ريت تخبري. طيب معناها رح دق لمساعدته وخبرها. شو اسمك؟ دجلة، دجلة ارتم. طيب هو بيعرفني منيح. تفضلي ارتاحي هنيك. طيب. تولين، في صبية عندي هون بدها تشوف سراج بيك. يعني هي عندها موعد مو؟ لا ما عندها موعد، دجلة ارتم. ايه لكن ارت فيها وخلصينا سهيلة. ايه اكيد اكيد مهم كتير بيكون. ايه طيب خلص هلا بخبره. طيب تولين بانتظارك. لميس اخدتها معها. ايه رح تدفنا بالبهادل هلا، مسكينه هسيها. ما رح اشفى عليها. هدول مسودات العقود اللي طلبتن حاتركن هون. خلي بكري يحضر لي السيارة بعد نص ساعة. حاضر. وفي صبية برا بدها تشوف حضرتك. لا هي ما عندها موعد. إذا ما في موعد ليش عم تسأليني تولي؟ أنا هذا يلي قلته، قلت إنه سراج بيك ما بيشوف حدا من غير موعد مسبق، بس هي قالت إنها بتعرف حضرتك. شو اسمها؟ دجلة أرتم. طالعي لي مشاهد داريا ورتبي لي اياهن ورا بعضن يلا. يا الله، يعني معقوله مشان صورته على البوستر يبطل يصور المشهد ويضطر يدفع كل هالتعويض؟ اي والله القصه كلها مو حرزانه. في شيء اسمه كرامه الممثل بكر. لك اطلعي من هالبواب يا كانه عم يعتل حجار على ظهره، كلها كم حركه رح يعمله. ليك الله يخليك ما بدي اتناقش انا وياك بهالموضوع. مين وعي؟ ناطرة سراج بيك لتشوفه. رح تنطر كتير. شرفتينا. تسلم. ممكن نحكي بمكان تاني؟ وين؟ ده؟ شو صاير بالدنيا؟ تعالي تفضلي عادي. ما في داعي، جيبي لي أمريكان. تكرم. وحضرتك شو بتشربي؟ بس مي إذا ممكن. تكرمي. ليكي أنا ما عندي وقت كتير، بس إذا جوعانة كلي لك لقمة، الهمبرجر عندهم شغلة ظريفة. لا شكراً. شو قلتي لسهيلة السكرتيرة يعني لما قلتي لها انه بدك تشوفيني؟ قلت لها بدي اشوف سراج اوزال. ما تقلق، ما قلت لها اني بكون بنتك. مرتك وبنتك الثانية هنن كمان ما بيعرفوني ما؟ مشكلة، مو ناوي أعرف حدا أني بكون بنتك ولا كون قنبلة تفجر لك حياتك، بس عم دور على شغل.
اختصيت راديو وتلفزيون، وأكيد ما عندك هالمعلومة. وأنا كنت أدرس بجامعة البحر الأبيض المتوسط. صحة وأنا. المبنى اللي أنت درست فيه غيروا، صار المركز الصحي. ما عندي وقت لهالحكي، في عندي اجتماع مستعجل. وأنا ما رح أطلك كتير، أنا هلأ صار لي شهر باسطنبول، قدمت على كل شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية بس ما قبلوا يشغلون. يعني مو من أول وصلتي أنا أجيت لعندك، بس لأنه ما ضل عندي خيار تاني. أمي فتحت صالون حلاقة وتجميل وعليها قروض، ما فيني أطلب منها تصرف علي كمان. شو عم تساوي؟ قديش لازمك؟ مع أنه ماني حامل كتير هلأ. مين قالك أنه أنا بدي منك مصاري؟ في عندي شغل مسائي وعم طالع منه مصروفي. كل القصة أني عم حاول أشتغل باختصاصي، وكل اللي بدي إياه منك مساعدتك. فهمت. بعرف حدا بأنطاليا عنده وكالة إعلانات مهمة. على أنطاليا مستحيل أرجع، قلب السينما عم ينبض باسطنبول، ولهيك اجيت لهون لاشتغل. شو دخل هالحكي؟ برات اسطنبول عم ينشغل اعمال بتاخد العقل، اللي بده يشتغل ما بيفرق معه. مدام هيك انت ليش انتقلت على اسطنبول؟ انا ظروفي كانت مختلفة. مزبوط. انا على الاقل ما عندي بنت تاركت وراي. خير بنتي. طيب طيب رح لاقي حل للقصة. لا 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 تفكري انت، انا بلاقي حل، لا تاكلي هم. طيب بنحكي بعدين. لا شوية شغل. طيب إذا رجعتي على أنطاليا بساعدك تلاقي شغل، بس هون مستحيل. عم تحاول تقردفني من حياتك لحتى ما يكشفوا سرك؟ لا عم حاول ساعدك وأمن لك ظروفك. دجلة هون صعب عليك، هذا دومين مليان ناس متوحشين بلقمة بيبلعوك. ليش هيك عم تقول؟ أنت ما بتعرفني ومو شايفني. يعني شو رح تكوني خريجة جامعة حكومية، بتلاقي ألف وحدة مثل حكايتك دارسة برا وعم بتحاول تفوت بهالمجال وما عم يصح لها فرصة عمل. هون دوري درجة ممتازة، انت خليكي بدوري الدرجة الثانية. انا وانت متخرجين من نفس الجامعة، وبما انك قدرت تنجح هون فانا بقدر. ما رح تقدري. سجلي لي رقم تليفونك، وبهالكم يوم بخلي جماعة أنطاليا يخبروك. لا شكرا ما بدي. طيب لحظة، شو عم تساوي؟ بقديش المي هون؟ لا هيك حركات مو حلوة. خد.
كل عمري وحياتي رح ضلني أفكر بهاليوم، إنه أنا ليش حتى أجي لعندك وأكسر حالي وأطلب منك. بعتذر منك. لا ليش، أنت شو عملت؟ أنا اللي لازم أعتذر منك لأنه ذكرتك إنه عندك بنت تاني. حاول تنسى هالنصاع اللي حسستك بوجودي. نسيت موبايلي جوا. واحد ما تنازل حتى يعطيني كنيتو وانا مثل الجد رايحة عم اطلب منه مساعدته. مو كنتي قايلة انه امك اللي رفضت كنيتو؟ طبعا بدها ترفض، لكن بدها تقبل بكنية الزلمة اللي إلا والله ماني جاهز لكون اب. ما تزعلي مني، قعدت مثل القطة قدام سراج اوزال وجاي عم اتقاوى عليك. ولا يهمك، انا مقدرة حالتك، بس شلون الواحد بيتعامل مع ضناب هالطريقة؟ بتعرفي شو اكتر شي ضايقني بالموضوع؟ انه قال لي ما رح تقدري. عن جد كتير قهرني، كان لازم ضل نايمة على بواب شركات الإنتاج ولا روح أطلب منه هالشغل وانزل. بدك تحطي كاتشاب؟ أنا بجيب. استني شوي، شوفي لي في لزقة عليه. ليكي هذا مانو لقلنا، تبعنا اللي ما عليه لزقة. كرمال الله دجلة، انتبهيلي على أغراضها لهي المخلوقة. هداك اليوم أكلت قطعة شوكولا من عندها بالغلط، ضليت أسبوع اتنق فوق رأسي. شو يعني عم تعلم أغراضها؟ ألو ليلى، رقمك اللي عندي طلع مو شغال، لهيك بعتلك على السوشيال ميديا لحتى أوصل لك. إيه مرق وقت طويل. هذا السؤال أنا المفروض أسألك يا مو أنت. حكيت لها هذا الحكي لدجلة كمان وفهمتها شغل بإسطنبول مستحيل أمن لها. اجت لعندي اليوم، ليش مالك خبر؟ ما رح اقدر ساعدها ولا باي شيء بهالخصوص، اذا بتقلي لي اعملي معروف دخيل عينك. لا مشان المصاري مو مشكله، يعني هو مبلغ بسيط ساعدتها فيه، واذا لازم شيء كمان فورا تجي وبرجع بعطيها. طيب تصبحي على خير. صديقة من أيام الجامعة، بنتها أجت لعندي قال بدها تصير ممثلة، كله بده يمثل. كنت إلا أنا ما بعطي أدوار البطولة إلا لبنتي حبيبتي. أعطيتها مصاري؟ كنت عم تقول ساعدتها بمبلغ كان. لا شغلت كم ليرة ما بينحكى فيها، لبين ما تلاقي شغل بيسندوها. حرام. تخيلي انه يدق لك الصبح حدا من المنتجين ويقول لك دجله خانم تم الموافقه على العمل، التنين التصوير. لبقت تقلب العشاء مشان ما عاد تشوفي هيك منامات. والله هيك حلمت، ولكني عم اقول لك يا رفيقتي رح تصيري بالمستقبل من المشاهير. اي دخيلك. ها ليك اجت. سلام. سلام. يا
كيف كانت الحفلة اليوم؟ المكان مرتب بس الناس مملين. بالمناسبة اجت فاتورة الكهرباء 60 ليرة، أنا حسبتهم وحطيت يلي بيطلع علي. ايه وانتي شو عم تعطيني هلأ؟ يعني مثل ما بتعرفوا هذا الشهر صرنا 3 بالبيت، وأنا قضيت أسبوع منه عند أهلي. مو مشكلة، محلولة صدف. لازم أمسح مكياجي بس مالي حيل، ما بعرف ليه. ما علينا، بحياتي ما شفت وحدة مثل هالبنت الكحتوتة. ايه بس هي معها حق. خلص. شلون يعني معها حق؟ قسمت الفاتورة على 3 وبتخصم 5 ليرات عن الأيام اللي ما كانت هون. أنا مو مشان ال5 ليرات بس عن جد زودتها كتير. خلص أنا رح أدفع لك اللي بيطلع علي من الأجار هذا الشهر، منيح طولي بالك. لا مانو على كيفة، أنت ضيفتي هون لحتى تلاقي شغل وبعدين منشوف. ماما، أمي، خالتي ليلى. ليكي أنا رح أقوم. ماشي. ليش رحتي لعند دقاء؟ لعند مين؟ لعند سراج. مو مزبوط، ما رحت. مين هيك قالك؟ دجلة ما تكذبي علي، لقيته بعت لي مسج على السوشيال ميديا عم بيقول لي بدي اياكي ضروري دقيلي. والله انصدمت لما سمعت هالحكي، صار يحاسبني الي كانه انا اللي بعتك لعنده. ليش طلبتي منه شغل امي؟ يعني والله صعب كتير تدبري شغل بهالمجال بدون معارف. رحت اساله اذا بيقدر يساعدني باسمه، بس هيك مو اكتر. والله ما طلبت منه لا مصاري ولا شيء. ليكي دجلي، هو ما بيساعد حدا ابدا ولا حتى الك. بعرف، انا من الاساس بعرفه هيك، وهلأ شفت بعيوني. بس ليش لحتى يدقلك ويضايقك؟ يعني إذا صعبك لهالقد تلاقي شغل هونيك رجعي. ما بدي. الله يوفقك دجلة. خلص أمي، بشو عم تقنعيني؟ الشغل بالسينما هو حلمي، درست سنين مشان حققه، ورح ضل دور للاقي شغل. يعني كنت بقلك رح حاول أبعت لك اللي بقدر عليه، بس بتعرفي ما ضبطت أمور الصالون لسه وعندي أقساط القرض. أوف، يا ريت لو ما فتحت هالمحل. شو هالحكي؟ انت طول عمرك عم تحلمي تفتحي صالونك الخاص. خلاص لا تخافي علي، اطمني. انا رح لاقي حل ورح لاقي طريقه اعيش فيها لبين ما تزبط اموري، لا تخافي علي. شلون رح تلاقي دجلة؟ شو ناويه تضلي تاخدي منه مصاري؟ اي مصاري؟ قال لي اعطاكي مصاري وبيرجع بيعطيكي. بس انا ما اخذت شي منه. استني لحظه. حاططهم بجيبتي بدون ما انتبه. ما رح اسكت له ورح دفع الثمن غالي. تمام تمام، انا رح لاقي حل، انت سكر. دقي حجزي لي بسرعه، بدي سافر يوم الاربعاء. الاربعاء رايحه على غالا، معناتها حجزي لي الخميس. صحيح، شو كنت بدي اقول لك؟ بكره على الوحده عندي اجتماع مع جانسون ونيلوفر. حجزي لي لثلاث اشخاص بسفاره. بس بكره عندك غدا مع حدا تاني على الساعه 2، وانا مخبرتك بهالشيء. ما تقولي لي شو المشاكل سهام، لاقي لي الحلول. اوه مبكر، يلي بفيق بكير بيخلص بكير. لميز بعدين لازم اروح اليوم، بدي وقع عقود ميرت. وقديش قيمه العقد؟ لا خليها سر. اتصل بمساعدتها واسالها اذا قالتها لوين رايحه او شيء. اسالها شو الموضوع. توبة خانم تأخرت على التصوير، اللوكيشن كله جاهز ومحسن عم يستناها. أنا وعلى الطريق، أنت كمان دور بكل مكان ممكن تروح لتوبة، وليك اتصل بمطعم الهمبرجر يلي نحبت الجبل تبعها كمان، ضروري إنه نلاقيها. أوكي جلال بي. أنت خلي الغداء على 3. طيب بتغدى مرتين ورا بعض بكرة. تمام. شبكي ليش ما عم تطلعي قدامي؟ آسفة ما انتبهت لك. بدي تجيبي لي الرقم، رح أقعد الأسبوع الجاي مع راكان، ما بدي ضل أنقص من ممثله لسراج. طيب أنا رح أحاول أعرف الرقم من تولين. مفكرة تولين ساذجة مثلك؟ ما رح تقلك معلومات مديرة السرية، دوري لك على شي أسلوب. طيب أنا شو فيني أعمل؟ أكيد ما رح فوت وبحبش بالوراق اللي بمكتب سراج بيك. ليش لحتى ما تعمليها؟ لأنه هالشي مو صح. ليكي مو شغلتك انتي انه تفكري بالمهمة اللي بكلفك فيها اذا كانت صح او لا، انتي نفذي المطلوب منك وبس. شو انا؟
لكون عبدة عندي. لا مو هيك تماما. الله يلعنكم انتو شغلكم. انا رح اروح. لو سمحتي بدي اترك رسالة لسراج. طيب تفضلي. في عندك ظروف؟ يلا بس لحظة. بكفي بقى ما عاد اقدر اتحمل اكثر. لك ليش لحتى تفهمي الموضوع بشكل شخصي؟ تعرفيني لما بعصب بحكي هيك معك. دائما بتلوميني على كل شيء. اجاكي انهيار عصبي بتفشي خلقك بالسهام. سراج بيك بخبي السر كمان بتطلع براسي. ليكي لا تصرخي. لك شو هالعيشة اللي كلها اهانات وبهذا الكل الوقت؟ انت مين مفكرة حالك؟ مين مفكرة حالك؟ انا بدي اترك الشغل. خلصنا. ما في داعي لهذا الكلام لو سمحتي. خدي اليوم اجازه وهدي اعصابك، حتى خلينا نحدد لك جلسه مساج مع الماسور تبعي تسترخي. بعطيكي من حبوب الفيتامينز تبعي، خدي منهم صبح ومساء. تمام. اذا بقيت هون لسه دقيقه واحده اكيد رح اعمل جريمه قتل. مستحيل. ما فيكي تتركي الشغل بعدي من خلتي. احسن ما اتصرف تصرف نندم عليه انا وياكي. انقلعي انقلعي. من بعد ما علمتك ودربتك هيك بتتشكريني؟ العفو سهام، لك انا صرت معرفتك على كل الوسط الفني، وهلا بحجة النرفزة رح تتركيني وتروحي على وكالة تانية. ما هي غلطانة. اسمعيني منيح، إذا معلوماتي الخاصة أو شروط العقود تبعي أو موكليني إذا بتحكي شي لحدا لأخرب بيتك، حتى رح توقعي على ورقة بأنه ما رح تحكي أي شي عن أي شي سمعتيه وشفتيه هون. هاتي ورقة وقلم لقلك. أيوة. ليكي أنا مالي وحدة خاينة تمام، ومالي مضطرة أني وقع على ورق. استني، إذا مالك خاينة ليش لحتى تتركي؟ سهام نصحك تقولي أنه أنت تركتي، بتقولي أنا اللي قلعتك من هون. أنا برأيي ما رح تقدر تحكي شي لحدا. هاي ضليت بلا مساعدة، عجبك هيك؟ انتي حابة تترفعي؟ كلك ذوق لميس خانم، بس أنا للأسف ما رح أقدر أقبل. يعني بالحقيقة أنا ماني سكرتيرة، هي الشغلة مو شغلتي. أنا ممثلة بالأساس وحكينا من قبل أنا وحضرتك، ورح يكون عندي مسرحية عن قريب، حتى جايبتلك كرت دعوة. بس أنا بدي بتمنى أن يكون مساعدة لحضرتك. المسرح قريب كتير، ما عندي وقت، ما فيني اجي. عندك خبرة بهالمجال؟ تقريبا في. الحقيني لشوف. انا شايفتك من قبل امبارح، كنت عم اقدم السي في والتقيت بحضرتك. اوكي، هذا مكتبك، فوتي لجوا وانا بجي لعندك بعد شوي. تمام. من 3 سنين ما ركبت خيل. آخر مرة ركبت بجسور والجميلة. إيه بس طبعاً أنا لازم أتدرب كل يوم. إيه؟ توبة خانم؟ ياقوت؟ لك شو صار لك؟ هدي وقف. جبت لك موبايلك. شكراً كتير لك. ممكن تفتحه وتعطيني الموبايل لأني مشلوشة وما بقدر أنزل. اتصل واحد اسمه أيمن. شكراً. طيب قال احكي معه ضروري. وقف 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 ياقوت؟ ياقوت؟ ياقوت شو صار لك؟ وقف، ممكن تهدى شوي؟ توبة أكتر إنسانة دقيقة بالوسط، والكل بيعرف عنها هاد الحكي. لو ما كان في شي ضروري ما بتتأخر. عفواً منك، بدي رد. وينك؟ ليش ما عم تردي على تليفوني؟ جلال أنا هلأ عم بتدرب على الخيل، بس مو معقول ياقوت شو بيخاف لك، بيضل متوتر. مين ياقوت؟ لحسان جلال، لحسان. شبك توبة؟ أنت نسياني أنه عندك تصوير والكل ناطرينك هون؟ بوس إيدك انزلي عن اللي اسمه ياقوت وتعي فورا. اليوم عندي تصوير؟ لك إيه؟ أنا آسفة بس أنا نسيت وفكرت أنه موعدي بكرة، لكني جاية لعندكم. أنت ليش عم تاخدي دروس؟ يعني قلت بتدرب على الخيل وبيكون عندي خبرة زيادة بهالموضوع. لحظة توبة، لا تكوني ما بتعرفي تركبي خيل، قلت لهم للأمريكان إنك ممتازة. إيه طبعاً، قلت لك عم باخد دروس إضافية لأنه لازم يكون عندي خبرة بهذا المجال. يلا لا تضيع لي وقتي، بخلص وبجي لعندكم. يلا ياقوت. كنت مسؤولة برنامج بقناة محلية، بس لما تسكرت القناة. اشتغلتي بالبرتقالة الذهبية؟ إيه نعم، كنت مسؤولة الظروف الطارئة هونيك. كيف يعني؟ شلون بدي اقول لك؟ اذا الممثلين ضيعوا القاعه بدلون عليها، اذا حدا عنده حساسيه بامن له اكل يناسبه، اذا شي واحد من الضيوف فستان انشق انا بخيط له. طلعتي عن جد مسؤوله عن الامور الطارئه، مو مزح. وعملت شغلات ثانيه مثل توزيع البروشورات، طلعت جبت الضيوف من المطار، صرت لهي الضيوف لما صار عتلتقني بالقاعه. معك شهاده سواقه؟ في بس ما بعترف فيها، يعني ما بنصحك تامنيني على سياره ابدا. ألو نعم؟ عندي اجتماع هلأ، فيني حاكيك بعد شوي؟ باي. أحد أفلام هامفري بوغارت اللي ما انشهرت. فيلم سوداوي تماماً، غفلة كبيرة، أو بالاسم اللي انعرض فيه بأول مرة، القلوب المجتمعة. بس للأسف لوران باكول بسبب جاذبيته قدموه كعارضة وبس بهذا الفيلم.
منحب السينما كأنه. عندك حبيب خطيب؟ نوب. طيب انتي اجتماعية؟ يعني بتطلعي تسهري مع رفقاتك أو بتروحي معهم تجتمعوا سوا بأيام العطلة مثلا؟ بأنطاليا كنت أعملها بس هون جاي جديد ما في كتير ناس بعرفهم. طيب بالنسبة لأمك وأبوكي في عندهم أمراض أو لازمهم رعاية؟ ماما بأنطاليا وبابا مو موجود، يعني على الأقل بالنسبة إلي. منيح. موبايلك ما بينطفى ولا لحظة، حتى إذا بتصل 4 الصبح بتردي علي. عطلة آخر الأسبوع، عيد، أنا هذا الحكي ما بيعنيني. أحياناً بشتغل لشهور من غير إجازة وبشغلك معي كمان. إذا بتقولي لازم خصص وقت لحالي بلا ما نبلش من الأساس. بشتغل 24 ساعة، بعمل شو ما بتطلبي مني. أنا كتير متحمسة وحابة أكون معكم. أوكي، رح تضلي شهر تحت التجريب. حطي ببالك أي غلط بقلعك وما بيعذبني ضميري أبداً. بتوقعي على تعهد ضمان السرية. وكمان إذا قلعتك أو استقلتي ما بتشتغلي بوكالة تانية لسنتين، ورح يكون هذا البند مذكور بعقدك. أوكي؟ طيب، ماشي لميس خانو. كوني هون على 8:30 الصبح. رح كون هون على 8:29 بالضبط، أكيد ما رح تندمي. شكراً كتير. عن إذنك. المحامي بمكتبه؟ ايه بمكتبه سراج بيك. سوي لي فنجان قهوة بكر. شو عم تبتسم باسمي عريضة سراج بيك؟ آسفة. آسفة كتير. أنا لازم ضل هون لكم دقيقة، بس اعتبرني مو موجودة، ما رح أطلع. فيك تطلعي إذا بتحبي، مو مشكلة. وليش لحتى حب بقى؟ تمام، فيكي ترتاحي، لبست ثيابي. حضرتك مسؤول الملابس؟ على الباب برا في لوحة مكتوب عليها غرفة الملابس. ما بتعرفي مين بكون؟ دخلت على الوكالة جديد، ما بعرف حدا هون لحد هلأ. فهمتك. طيب وأنا مجبور استنى معك هون ولا فيني اطلع؟ طول بالك، استنى لحظة. إذا انفتح الباب وأنا هون ما حدا بيشوفني، مو هيك؟ لحظة، متخبية من حدا؟ لا مو متخبية، كل القصة أنه في شخص معين ما بدي يشوفني. طيب تمام، أنا ما بحب خلي حدا يحكي شيء إذا مو حابب يحكي، لهيك ما رح أسألك مين وليش ومشان شو. ما دام ما بدك تشوفي له الحدا، تمام أوكي. معناتها خلينا نطالعك من هون بالسر؟ كيف؟ تعي لقلك. بسرعة 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 بسرعة. أنا آسفة تأخرت عليك. الكل ناطرينك وأعصابهم مشدودة. إيه بعرف. طيب أنت شو قلت لهم؟ قلت لهم إما مرتفع سكرة واضطريت تأخذها على المشفى. جلال لو سمحت مرة تانية لا تفاول على ماما لأنه بخاف عليها. ليش هيك ريحتك؟ مثل الأحصنة. هلأ بحط شوية بارفان. وين وهات؟ شو من شان العقود؟ مو على أساس كانوا رح يتوقعوا لسه اليوم؟ ما بعتون، بس ما تاكلي همون، اتفقنا أنا وياه شفاهيا، بس الإجراءات بتاكل وقت لتمشي، بتعرفي الوضع. كتير متحمسة. ايه وأنا طبعا هذا شغل عالمي، بس ما تبيني قدامهم أنك متحمسة. قلنا لهم أنه أمك بالمشفى. ايه ليك توبة وصلت الحمد لله على السلامة. تروح لأني أسفة تأخرت عليكم. طمنيني كيف صارت الوالدة؟ منيحة يعني صارت أحسن. فضل. شوي يلا لحظة لا تأخذ لي، رح أحضر حالي وإجي فورا. ولا يهمك. ليكي بتنطي من هون لتحت بعدين بتلفي وبتصيري عند باب الوكالة. شو هالحكي؟ وبلكي وقعت؟ معقول خايفة من هالارتفاع؟ ولو؟ مو خوف، كل القصة ما فيني جازف في إنه تنكسر رجلي، لازم أكون هون الصبح على 8:29. طيب. شو بدك تساوي؟ ها؟ تخيل لو صار لك شي. أنا ما بيصير لي شي. يلا نطي.
مالك واثقة فيني؟ صحيح انت ما بتعرفيني، شلون بدك توثقي فيني؟ تمام، معناتها ليك شو رح نعمل. افرضي انه نحن هلأ بدنا نمثل ونحن ما التقينا من قبل ابدا، بس دورنا اثنين هربانين من الشرطة ونحن عشاء وحرامية. انت عاملة كورسات تمثيل من قبل؟ لا ابدا. تمام روعة، معناتها خلينا نعتبر هذا اول درس، لازم توثقي بشريكك بالمشهد. يلا. مسك هي. شو؟ يلا روحي دغري لا توصلي لعند الباب. تمام. بلا ما نروح سوا مشان ما نلفت انتباه. ايه يسلموا. صحيح ليش هيك قلت؟ بعدين بتعرفي ليش. وتسطحي نص تسطيحة منيح هيك؟ تمام حلو كتير. لعندي شوي تو باب رفيد شمال، بدي لقطة بالعكس. أيوة تمام. حلوين كتير. وهلأ خليني شوفك وانت واقفة. شكرا كتير لألك. العفو. بس ثانية محسن، بس ثانية. في شي مو ظابط؟ ولا يهمك روعة. تمام فيكي ترتاحي شوي. كله تمام طمان. إذا بتريد. بس دائرة هاي حلوة. هاي أحلى. اي حلوة حلوة. أهلين، اصحك تقولي إنه أنا اللي خبرتك. لا تاكل. شكرا. مين اللي بيدرب الجلسات السرية؟ ما حدا غيري. إن شاء الله بيسلم لي. شو هالجمال هذا؟ بس أكيد مو أحلى منك. لا تقولي خليكي قاعدة. مين قالك إنه عندي جلسة تصوير اليوم؟ حياتي هذا سر المهنة. محسن شو أخبارك؟ تمام. جلال شايفتك مو تارك الممثلة ولا دقيقة لوحدها. صحيح منتج عشق وداعي عم يقول إنه ما رح يتغير المخرج. لا كذب، الحكي من مصدر كتير موثوق، بس لحتى ما يحمل حاله المخرج ويمشي بنص الحلقة عم يلفوا ويدوروا. ما بتعرفون؟ ايه يابهم ما عم بيفكروا فيكي بعملهم الجديد؟ وصل السيناريو بس أنا إيه؟ ما حبيتي يعني؟ عندي مخططات تانية لهذا الصيف. أها شو عندك؟ ديجيتال؟ فيلم؟ ديجيتال فيلم؟ أنا منهم؟ ممكن أحكي؟ قولي. لأنه بتعرفي إذا أنتي ما حكيتي رح أتصل بكل شي منتجين ورح أسألهم توبة الحلوة مشاركة معكم بهذا الموسم، وبتعرفيني بعمل. بس المخرج مانو تركي، هو أجنبي. ما عم صدق. قنبلة. طيب ماشي خلص رح أحكي من هو، بس ممنوع تكتبي ولا كلمة. تعديني؟ بوعدك. ماشي. لهلأ نحن ما وقعنا أي عقد، بس مبدئياً نحن موافقين على العرض، ناطرين تنتهي الإجراءات الروتينية بلوس أنجلوس. حياتي رح توقفي لي قلبي. يلا قولي قبل ما تجيني الجلطة. إيه؟ بوند. 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 بوند اللي منعرفه؟ هذا اللي منعرفه. لا ما بصدق. فرحت لك. خبر بشير ما رح يعطوا الدور لتوبة، ما ترضين مشان العمر، بدهم ممثلة صبية أكتر. هاي مسخرة. آه؟ بعتذر منكم، ما عم بحكي معكم عفوا.
في شي يعني بوند؟ يعني رح أحقق حلمي وصير عالمية؟ أنا متحمسك فيك. هالخبر بيطير العقل. مبروك يا عمري، مبروك، ألف مبروك. مو كان قايلي ما رح يطلع بإيدي؟ أنا رح ندمو على هالكلمة. امبارح قابلتي 10 دقايق رجعتي فارطة، شلون رح تتحملي تشوفيك اليوم؟ فهميني. والله أنا ما عندي شي خبي، يصطفل هي مشكلته. أنا مو هذا اللي عم قوله. بتعرفي شو رح أثبت لأبي إني ناجحة مثله وأكثر، وهذا صار هدفي هلأ. بس شلون وأنتي من أول يوم تخبيتي بالأوضة حتى ما يشوفك؟ خديهم على القلم يختموا لك ياهم. ماشي. لا وعم تتأفأف بوشي كمان، العمى. بعتذر منك، شغلتك معي بهمومي. لك شو هالحكي، أصلاً دوامي رح ينتهي. شو كنت عم أقول؟ إيه، هلأ أنتي كل ما تلتقي بأبوكي هونيك رح تتخبي منه حتى ما يشوفك؟ لا، شو هالحكي؟ بالأول خليني بلش على الأكيد وحط رجلي وقت يشوفني. طيب بتتوقعي يسعى بتقليعك؟ مستحيل، ما بيعملها. فريدة خانم، هداك المهستر إمتى رح يجي كمان؟ لك بكل لا تضل تقول عن الزلمة مهستر، عيب هالحكي. اي والله مهستر نظامي، الحركات والنظرات، يعني عم نحضر المسلسل مشانه. لا تواخذوني، كان في عندي تليفون ضروري. خلص مثل ما اسمع. ما هي يلا يلا، هاتوا بقى هاتوا، يلا وين الهدية؟ شكرا، يسلم ايدي اكرام. ليش هيك مغلبين حالكم؟ سراج بك اللي نقى. ليك طلعت ما بتعطي على مديرة أبدا. لنشوف مساعدتي الجديدة رح تكون وفية كل هالقد؟ كأنه لقيتي ضحيتك الجديدة. برأيي لازم تخافوا منها، شكلها هادية وعاقلة بس شي مثل الشعلة. يلا لشوف. يلا وهلا شوف. افتح. ما أحلاها، مرتبة يا عيني. يلا حطها. يلا شو هالحلاوة كلها؟ طالع فيها بتاخد العقل. بس بدها قميص مرحرح. لقيتوا فرصة لتتمسخروا، ما هيك؟ هلا بقى الحياة كلها إلك، بمجرد ما تطلع من هالباب طفي لي هالموبايل. ايه، ولا ترد على ايميلاتك، يعني لا تخليهم لهالعصابة ينزعوا عليك إجازتك بمشاكلهم السخيفة اللي مثله. تسطح هالشيزلون وطلوب كوكتيل وقضيها بصبصة على الصبايا من تحت النار. ايه بس ميادة رح يوصلها هاد الحديث كله. والله إذا ميادة خانم عرفت ريحت فيها، انتبه لساعتك لازمنا. بلا 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 بلا، هي القصة بيروح فيها روس. يلا خلونا نعمل آخر اجتماع عنا قبل ما سافر. شو صار معنا؟ بشكور رح يمددوا دور جليل شي؟ هلأ موجود 5 حلقات ويمكن يكمل لآخر الموسم. جلال ما تقوص؟ تقوص بس إصابته بالكتف، يعني ما لقى قاتلة. بأول الحلقة بيطلع من المستشفى. حلو. لميس؟ شاتاي إجا فيلم سينما حلو كتير، الحكاية حلوة بس ما قريت السيناريو لهلأ، عم نشوف. لسه لهلأ ما شفنا شاتاي أولسو يدخل على هالوكالة، الله يرزقه. وانت كأنه كتير زعلان؟ إذا بتحب بجيب لك منه صورة موقع لك عليها. خايفة إذا عرفتينا عليه أسرق لك يا. لا توثق بحالك كل هالقد سراج. إذا قدرت اتصل بتشاتاي رح دبر لك معه عشاء لوحدكم، منيح؟ جرب لي حظاتك معه هالمرة. وبالنسبة لبارفو أردام شو صار؟ أعطوني السعر اللي بدي إياه. حلو. يا ريت يا جماعة لو ما نخبي معلومات عن بعضنا باعتبارنا موظفين بنفس الوكالة، ما هيك؟ وكمان يا ريت ما نستغل وجودنا بنفس الوكالة ونسرق سيناريوهات بعض، ما هيك يا لميس؟ الأخبار حلوة يعني، ماشي الحال. طيب شو مشان أكبر مشروع عنا حاليا؟ جلال شو صار ببوند؟ هلأ هيك. شو هيك؟ عم تتقدم ببطء؟ ما عم تتقدم، وقفت. شو عم تقول؟ شو قصدك بوقفت؟ شكله خلاص المزح وبلش الجد. بعد كل هالمراسلات ودورات اللغة وركوب الخيل واللكنة، وبالأخير المخرج استبعد لتوبة. شو؟ والسبب؟ قال كبيرة عنده. لا عن جد؟ توبة صارت كبيرة؟ بدو يعطي الدور لبنت مراهقة يعني؟ يعني شو صار بالعقد؟ راحوا مئات ألاف الدولارات وروحت هوليود خلص طارت. والله بهنيك من قلبي معلم. توبة شو كانت ردة فعلها؟ ما صح لي أحكي معها لهلأ. شو بدي إلا قالوا عنك كبيرة وما بدهن ياكي؟ لا تقول هيك،
إيه ما رح أقول. يا هي وأنا كمان بدي فوت بمجال السينما حبيته، بدي أنحب أسمع شبح لقوة كتير بغرفة الملابس وأحضنه وأهرب معه وبعدين نطلع حدنا وما عود أتركه. بس المغامرة انتهت هونيك، الست لميس منعتني يكون عندي علاقة. إيه بتطلعوا بالسر؟ شو هالشغلة؟ ليكو. مين ليكو؟ ليكو الشاب اللي قلت لك عليه. شو هاد؟ لا تقولي لي إنك بعلاقة مع باريش بتجننيني والله. يا مور بيرغلا عن جد هو هيك حلوة بالحقيقة. عم شوف له مسلسل قصة من الخيال. انت يا مور بيرغلو بيرغلو على سنه رمح، شلون متوقع مني صدق انك بتحبني؟ جربي تطلعي بعيوني وراح تشوفي قديش انا بحبك. شو بردانه؟ صباح الخير، أنا بكون مساعدتها للست. مساعدت لميس خانم الجديدة، أنا سهيلة. ما شفتك وأنتي طالعة مبارح. أنتي كنتي عم تحكي على التليفون، ما حبيت ضايقك. طبيعي هم مضغوطين على طول. أهلا وسهلا فيكي بعالم النجوم، حرب الغرور، نوبات الغضب، صيحات النجاح، صيحات الفشل، بدك تكوني جاهزة لكل هالشي. جبتي الوراق معك؟ إيه. الست لميس وصلت؟ إيه وصلت من شوي، اركضي، هلا بسلمهم للمحاسبة. تمام، يسلموا إيديكي. موفقة. صباح الخير، كنت على الباب على 8:30 بالضبط. مو على الباب، بتكوني بمكتبك. طيب. فنجان الأمريكانو. أول شي بحب أسمعه منك مو صباح الخير، بحب أسمع تفضلي الأمريكانو سادة. أمريكانو سادة. تعي دلك على مكتبك. عنا بالوكالة 300 ممثل تقريباً من درلون أعمالهم، مسلسلات، أفلام، كتالوجات، كافة الاتصالات وتحضير كافة العقود. طبعا بالمقابل نحن بنقبض 10% من قيمة أي عقد بيوقعوا. هذا هو مكتبك الجديد. هاي تولين مساعدة سراج، وهي شو اسمي؟ دجلة. ها دجلة. فايلات الممثلين اللي أنا بدرلن أعمالهم على كمبيوترك، تليفوناتهم، عناوينهم، أمهاتهم، أبهاتهم، مساعدينهم، مدربين الرياضة تبعهم. تولين ممكن تكملي أنتي؟ أساتذة اللغة، الكوفيرية، الماكرية، كل تليفوناتهم بدهم يكونوا مسجلين. مجبورة تعرفي كل شيء عن الأشخاص اللي دايرين لهم أعمالهم، والمهم بالموضوع مو حياتنا نحن، حياته للممثل. سراج شلون دربك؟ شفتي شلون؟ حاولي تكوني مثله، مفهوم؟ بكر مزبوط عم يحكي، هالدنيا دنيا كذابين. حكيت مع قريج وقالت لي ما رح تكتب شيء. إذا قالت ما رح تكتب معناتها أكيد حتكتب. لك أنا أصلاً طقت روحي ومالل من حالي، لسه ناقصني شغلة جديدة أتلبك فيها. كان في معاه جهاز تسجيل؟ لا. إيه تمام، معناتها ريلاكس، إذا ما في تسجيل ما في إثبات. شو مانك ناوي ترد يعني؟ والله مو عارفان شو بدي اقول، قد ما عم فكر ما عم يطلع معي شيء، مو ظابطه معي، مو ظابطه. اصحك ترد. لا تخاف ما حرد، بس رح احطه صامت لانه الصوت زعجني ووترني. حطيته صامت؟
فصلت بيوشيا؟ لا، معقولة فصل بوشي؟ فصلت بيوشيا؟ بالغلط وحياتك بيوش توبة بتفصل؟ ولك يا غبي شلون بتفصل بيوشيا لتوبة؟ قال لي وحياتك مو قصدي. مستوعب شو عملت هلا؟ ولك انت خربت لي بيتي. يا الله يا الله دخيلك شو هالبلوة. أيمن طلع 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 من وشي أحسن ما ابتلى فيك هلا. العمى لقوا بيقول لي بدون قصدي يخرب بيته شو حمار. شو الموضوع؟ حياتي أسئلتك هي اللي بتسأليها وانت بتعرفي الجواب عم تخنقني منك. مين هي كمان؟ دجلة مساعدة لميس خانم الجديدة، وأيمن بيكون مساعده لجلال بيك. تمام؟ سلام. سلام. ما تتأثري بالحديث اللي صار من شوي، هذا روتين المكان المعتاد. ايه عادي. بصراحة جلال بيك ما كان عم يصرخ علي، كان عم يصرخ على المنتج اللي سحب الدور من توبة خانو، يعني أنا مجرد تفشيشة. الشاي للحبايب. يسلم إيديك. الشراهب صحة. تفضلي نورتينا. يسلم إيديك. شكراً كتير. شو بكر لحق تتعرف عليها وتجيب لها شاي؟ شو يعني هالحكي؟ ليكي أنا هون من زمان، ما يغرك بهرجة هالمكان ولا تنجرفي معه، هي دنيا الأحلام، دنيا الكذب، دنيا الاستعراض. ليكن قدامك اسأليهم كم مرة قالوا لي يا بكر أنت عندك شكل ممثل تعال نعطيك دور وشرف أعمالنا. ما قبلت. ليش؟ لأنه إذا الواحد انجرف ورا الشهرة مرة ما بقى ينفد أبدا. بكر لك شو صار بقهوتي؟ بعدين برجع بكمل لك. مهضوم. أنتي مساعدة سراج بيك مو هيك؟ ايه صح. ما التقيت فيه، شو وضعه؟ ذكي وشغيل، برأي إنسان كامل مكمل. بنظره هو الرجل المثالي. هلأ حكيك هات شو بفهم منه؟ لأول شي تولين 59. افتح افتح. عمل تحديث. شو يلي عم تشوفه؟ عم نشوف الريتينج. عالساعة 10 بيطلعوا علامات كل المسلسلات يلي تصويتهم مو منيح بيبكوا والمناح بيرقصوا. يا ربي دخلك ما يكون الريتينج تبعنا واطي. شو طلع؟ لا لسه. يلا بالمجموع المركز الاول. انا قلت لكم انا مبروك. واو مبروك يا جماعة. مبروك. بما انه خلصنا من هذا الهم صار فيني اعمل لك جوله بالشركه. امي اكيد هي المزوقه ما عرضت عليكي مو؟ لانه انا فاضي ما عندي لا شغله ولا عامله. ما هيك معناتها ما شفتي التراس؟ لا يلي شفتهم المكتب هون والريسبشن ومكتب لميس خان. يلا ليتس جو. هذا مكتب المحامي، ما بيكون هون بهذا الوقت، بس لما يكون في مصيبة بيجي لعنا. لما بقول مصيبة دقي على الخشب. قولي كش برا وبعيد. وهذا قسم المحاسبة، بتحسيهم بعالم تاني بس هنن مناح. تمام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. هذا طلق مرته مشان صبية. هذا يا ستي مرته عرفت بالسيرة ومرته تركته فورا للمعتر، بس ما سمعتي شيء. تمام. يلا. يلا يلا تعي. تعي 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 تعي. انتبهي. ليكي هاي المساحة مشتركة، بالعادة لما يصير إيفنتات للوكالة هون منعملهم. ها طلعي. هلأ صاحب الوكالة بالأساس هو نادر بيك، بيملك 60%، يعني إذا هو قرر إنه يبيع منتبهدل كلياتنا. يلا تعي. وهذا التراس. شو رأيك؟ حلو كتير. ايه تعي 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 معي، عنا شغل كتير لسه. هلأ حنفوت لقلب الوكالة. تعي. تفضلي. بالعادة كل السيناريوهات والنسخ عنهم هون بنحفظه. أساس شغلنا هون السيناريو. إذا ما في سيناريو ما في ممثلين ولا في تمثيل ولا في مدير أعمال ولا في مساعدين. تعرفي هو أنا عمول هاد الحكي غرغرة الدمع بعيني. شي مثل يوم الأيامة. هذا الرف ليش ما كتير عليه سيناريوهات؟ هذا بقى قسم فريدة خانو.
هي أكبر ست بكل الوكالة، مستلمة الممثلين اللي بقيوا من الزمن الجميل. المساكين ما عاد طلع لهم أدوار كتير طبعا مع الأسف. إيه بس والله بيزعلوا بهالمجال، ما في شفقة. هذا قسم لميس خانم. قريت كل هدول معقول؟ وكلمة كلمة كمان. بتقرا السيناريو تبع المحترف ابو ال 500 صفحه، وتبع الطلاب ابو الميزانيه الطلابيه الرخيصه، وتبع المشاهير، بتقراهم كلهم، بتحسيها مصروعه شوي. ايوه. هذا شو عم يعمل هون؟ كان جاي لجلال بيك. مو معقوله بتحب تسرق السيناريوهات، بتقرا السيناريوهات اللي بيجوا لمدراء اعمال غيرها، بتقراهم وبتدحش ممثلينها فيهم. عن جد عم تحكي؟ لكن ليش عم اقول لك ما في شفقه هون؟ يلا تعي. يلا. طولي شو صار مع دجلة؟ تعودت على الشغل؟ بصراحة مو متفائلة فيها، شكلها كسولة كتير. لا وبدها تشتغل مع لميس خان، ومتخيل أنا برأيي شهر زمان وبتتقلع. بس والله البنت كانت بالمكان والتوقيت الصحة كتير. باللحظة يلي استقالت فيها سهام ومشيت، كانت دجلة واقفة هون وناطرة. معناها هداك اليوم لما حكت مع سراج بيك ما رضي يشغلها. ليش دجلة امتى شافته؟ شو نسيتي طولي؟ هداك اليوم وقت دقيت لك وقلت لك انه في وحده بدها تشوفه من غير موعد دجلة ارتم. قصدك تقولي انه هي نفسها هدي؟ ايه. غريبه، ليش قالت انه ما بتعرفه لسراج بيك من قبل؟ ليش هاي المخلوقه عم تكذب؟ ايه، وهي غرفه الازياء. شو اخبارك سما؟ منيحه. التياب تبع تجارب الأداء هون منتركهم بالعادة، أحياناً الممولين بينسوا القطع اللي بيبعتوها، لهيك منستنى 3 شهور وبعدين منوزعهم بين بعضنا أنا وتولين وسما. بس بهالفترة ما عنا شي. أيمن، توبة مو أساس كانت بفيلم بوند؟ شو اللي صار بالقصة؟ ليش قدي عمره؟ 37. بس ما تقولي لحدا أوعك. توبة جاي لهم، توبة جاي لهم. ولي جلال بيك، جلال بيك، جلال بيك. توبة، توبة ليك جاي لهم. شو؟ وينه؟ شفتها من الشباك لسه. لا. ما فاتت. لا نحن كنا طالبين 4 لدعوة الجالا. ايه تمام، بس نحن ما وصلنا غير 2. لو سمحتي إذا بتشوفي لي بكون ممنونتك. بتشكرك. شكرا. سهيلة خير؟ في شيء قلي؟ لا أبدا. إيه أنا طالع على الغداء. تمام، بدك نطلع مع بعض؟ ممكن. طيب معناها رح خبر بكر إني طالعة وبيجي فورا. تمام؟ تمام، معناها أنا طالع وإنتي لحقيني. تمام. توبة خانم مرحبا. أهلين، كيفك؟ توبة، شو هالمفاجأة الحلوة؟ أنا لسه عندي مدير أعمال بهاي الوكالة. شو هالحكي؟ طبعا عندي. لكان وينه؟ ليه ما عم يرد على موبايله؟ بالله صار في مصيبة باللوكيشن تبع علي، راح لهنيك ليحل الوضع. توبة الأزرق حياكل شقفة منك، البسيه على طول. عفوا لا تواخذيني، مضطر رد على هذا التليفون، في شي ضروري. دجلة، بعت لك السيناريو على إيميلك، طبعي لي نسختين منه وجهزي لي إياهن، أنا ساعة وبجي، حاولي تستغلي الوقت وتتغدي. ماشي. لا تبعدي. صحيح، باريش أفاس ممثل عنا هون؟ أنتِ ما حفظتي قائمة الممثلين لهلا؟ إيه طبعاً ممثل، وأنا عم دير له أعماله، وهو من أهم اكتشافاتي. غرفة النسخ من هون. سلام، متخبية من حدا اليوم؟ لا، الماكينة ما كانت شغالة. فرجيني. برأيي شغالة وعال العال. تمام.
لا تأخذني على مبارح بارش بك، يعني لأني ما عرفتك، بس أنا ما بحضر مسلسلات كتير سامحني، بس من اليوم ورايح رح أحضر. يعني قالوا لك مين أنا؟ معناتها خسرتك كمان. ما فهمت عليك ولا شيء. لميس مو بمكتبة، وينها؟ هلأ طلعت من شوي، اتصل خبره أنه بدك ياها؟ لا ما في لزوم، بدبر حالي. تمام. لميس اجيت على الوكالة على أساس في بيت بدنا نشوفه. ايه مشي الحال، أنا رحت شفته وأخدته. أخدتي؟ ايه من غير ما أشوفه؟ بارش ممكن توثق فيني شوي لو سمحت؟ هلأ البيت مانو كتير كبير، بس حديقته ومسبحه بيطيروا العقل، والديكور كتير معقول، يعني ستايلو سويدي. صحيح بالمناسبة أنا طالعة أتغدى، شو رأيك تجي تتغدى معي؟ ماني جوعان. امتى رح انتقل عليه لميس؟ بتكوني مرتبة القصة. امتى ما بدك البيت جاهز، المفتاح عند السيكوريتي، أو استنى لأرجع على الوكالة بعطيك النسخة اللي معي. لا خلص داخلي هون، انت بعتيلي عنوانه بس. ماشي رح ابعتلك اللوكيشن. تمام. شكرا لك. ولا يهمك. عفوا انت بتشتغلي هون بالوكالة مو هيك؟ لا انا اليوم بلشت بالشغل. ايه موفقة. انا كمان عم بتمنى بلش. برأيي مو انت لازم تزعلي، هو الخسران. ما فهمت عليكي. حضرتك مرة حلوة كتير وبتطير العقل، ممثلة رائعة، بتمثلي احلى من الدنيا كلها. ما فهمت شو المشكلة بعمر حضرتك؟ شو يعني ممكن توضحي؟ انا ضدي انضغط على الممثلات بسبب اعمارهم، واذا كبروا شوي ليش ما بيتعاملوا هيك مع الممثلين الشباب؟ في تمييز كتير. ايه يمكن كل الممثلات عم ينجبروا يخضعوا لعمليات تجميل، وبس كرمال انه يقدروا يحصلوا على الدور بيقتلوا الملامح الحلوة والبريئة يلي عندهم. يلاقوا وحدة ملعوب بملامحها ويجيبوها. شلون شايفك كبيرة ماني فهمانة؟ اصلا الستات بأفلام بون دائما بيموتوا. إن شاء الله أنا كمان لما أكون بعمر حضرتك أكون مثلك. شكراً كتير لألك، فرصة سعيدة. أنتي حلوة كتير، لا تزعلي. مو حضرتك توبة؟ لا أنا أمه. يي؟ شو بها؟ ما بعرف. يعني السكرتارية شغلة جديدة علي، اضطريت اشتغلها لحتى طلع مصروفي لأنه بابا متقاعد وأختي عم تدرس. بس أنا بالأساس خريجة تمثيل وهلأ عم حضر لمسرحية جديدة. يعني إذا بتحب تحضر بتفرحني كتير، بعطيك بطاقة دعوة. في وحدة بشنتايتي أصلا. بس ثواني. تفضل. عرضنا مزيج بين الكلاسيكي والمودر. مودر حلو حلو. يعني دوري بهالمسرحية مو كتير كبير، بس المخرج وعدني إنه بالمسرحية الجاية دوري رح يكون مهم. يعني إذا ما بتحب تجي مانك مجبور، براحتك. لا طبعاً أكيد رح أجي، من الطبيعي إني أجي على أكيد. شو هالحكي هاد؟ بس مخي ملخبط كتير اليوم بصراحة، هاي المسألة مدمرتني. يعني شو هالمسألة بقى اللي دمرتك؟ توبة؟ من وين طلعتي انتي؟ كيف؟ منيحة، بس ليش حضرتك ما عم ترد على الموبايل؟ هلأ كنت عم أقول لسهيلة أنه لازم رد على تليفونات توبة ولازم أحكي معها، بس هاليوم كان صعب كتير، صدقيني ما عم لحق شغل. اللي شو وضع العقود؟ ما في أخبار من الجماعة؟ مشان العقود ما؟ حكيت مع وكلاءهم هون بتركيا وعم يقولوا. لو سمحت تقول الحقيقة. أنا إمتى كذبت عليكي؟ جلال صار في مشكلة بالعقود، لأنه قرروا إنه الشخصية ما رح تكون ست، رح تكون رجال. عن جد؟ يعني السيناريست هو يلي غير رأيه بآخر لحظة. تماماً، مثل ما بتعرفي صارت موضة إنه السيناريست يضل يغير. يعني بفهم إنه الغلط مو فيني. لا نهائياً، المنتج طاير عقله فيكي. توبة ما تضايقي حالك،
ليكي بوعدك انه رح دبر لك افلام احلى بكتير لو مو بامريكا ويمكن يكون باوروبا، بس رح دبر لك فيلم عالمي. بتعرف قديش حلمت بهالفيلم مو هيك؟ بعرف طبعا، انا اللي بعرف. بس ليكي عم اقول لك اياها من كل قلبي، هالدور ما كان مناسب لك ابدا. السيناريو كمان مشكله، هذا كان رح يطلع اسوأ نسخه لبوند صح؟ طردوني. شو؟ انا ما بقى بدي اياك تكون مدير اعمالي، انت واحد جبان وكذاب كمان. انا دريت اني خسرت الدور بسبب عمري جلال، وانت ما حركت ساكن ولا دافعت عني. توبة لا تلحقني اذا بتريد. توبة والله عملت كل يلي بيطلع بايدي، اتصلت فيهم اكثر من مره وحاكيتهم وحاولت اقنعهم وعملت كل جهدي، بس انتهينا. لك انت شو عم تعملي هون؟ جاي تطلبي شغل كمان؟ دجله انا حكيت لك اياها بكل وضوح، شغل هون ما حتقدري تلاقي وما حاعمل لك واسطه. ما بدي منك واسطه بنوب، انا بدبر حالي. لميس خانم شغلتني عندها مساعده. شو؟ لا تخاف، ما رح اقول شيء لحدا، ما رح يعرفوا اني بنتك. رح نتعامل كانه ما بنعرف بعضنا. انا بنادي لك سراج بيك وانت دجله خانم، او دجله عاملني مثل ما بتعامل باقي الموظفين. شو عم تقولي؟ انا كنت بحاجه للشغل ولميس خانم شغلتني، انت ما وثقت فيني بس هي وثقت. شو يعني بدك تجننيني انت دجله؟ ليكي وجودنا سوا بمكان واحد والله مو ظابطه. لهيك اسمعي شو رح نعمل، انا رح ادبر لك شغل، في فيلم رح يبلش تصويره الاسبوع الجاي والمخرج رفيقي بحكي لك معه. انا ما عاد بدي منك اي مساعده، لقيت شغلي بامكانياتي. ليك ما رح اتركه ورح ضلني عم اشتغل هون. بعدين ما في داعي تتصل بماما وتشكيني، انا بخبره وقت يصير الوقت مناسب. تعي لهون، وين رايحه؟ فوتي لشوف. كل هاي الخطط انت وليلى عملتيهم؟ ما في لا خطط ولا غيره، كنت عم دور على شغل. بدكم تنتقموا مني وتدمروا لي حياتي؟ لا ابدا، انا ما بستاهل هالحكي. ما بعرف ليلى شو حكت لك عني، بس انا ما هربت من مسؤولياتي تجاهك ابدا. بس لما ماما كانت حامل فيني قلت لها انه ما بدك ياني. بوقتها ما كنت جاهز كون اب، ولو استقريت مع امك بانطاليا ما كنت رح كون هون اليوم، كنت رح كون هنيك بشي قناة تلفزيونية أو إذاعة محلية تافهة، وأنا ما بدي هاي الحياة يا بنتي، هذا حقي. منيح كتير، أنت حققت حلمك وأنا كمان رح حقق حلمي الخاص فيني، ورح أعمل كل شي علي وزيادة لكون ناجحة بهذا المجال. بس خليكي بعيدة عن حياتي، مالك مكان هون. بتأشري على كل صفحة واحدة واحدة وصحك تنسي صفحة منه. عم تسألني شلون بدها تنسخ السيناريوهات؟ لك أنه ما لقيتي غيرك تسألي، روحي شوفي شي مساعدة مثلك تسأليها. حلي عني يا شوفي. سألوني إذا من أجل اجتماع حضرتك لبكرة، قلي شو نعمل؟ ما بعرف، انت شوفي الجدول عندك. تمام. دجلة، دجلة، شوفي ليش كنتوا عم تتخانقوا انت وسراج؟ ما كنا عم نتخانق، سألته عن السيناريوهات وبس. شايفتيني جدبة؟ سمعته عم بيقلك مالك مكان هون. بتكوني سمعتي غلط. ليكي لا تجدبي علي، عم قلك سمعتكم. عصب لأنه دخلت على مكتبه مشان هيك تفصيل بسيط، تمام؟ ولما قال مالك مكان هون كان قصده بمكتبه مو بالوكالة. ماني مصدقتك، صبح قلتي لي ما بتعرفي لسراج بيك، وطلعتوا هداك اليوم ملتقيين وسهيلة شاهدة. يلا انكري انكري لشوف، يلا كذبي وانكري. لك تمام، في حدا معرفة كان قايل لي احكي معه مشان شغل. معرفة مو؟ انت عم تكذبي. اللي شهر بحاله عم دور على شغل، وعم روح على جرد المستودعات لطالع مصروفي. برأيك لو كان في معرفة شخصية بيني وبين سراج بيك بكون مضطرة لهالعذاب؟ نعم لميس خانم، تمام جاية فورا. سكري الباب. طلبت نسختين مو هيك؟ رح أطلب منك شي، بس بده يضل بيناتنا، قعدي لشوف. شوفي، سراج عم يقول إنه قدر يجيب له لبارفو أردان أجر منيح، لازم أعرف شو الرقم اللي وقع عليه.
طيب روحي اسألي. سألته بس هو ما جاوبني. إذا ما جاوب حضرتك ما رح يقول لغيرك. مو شرط نسأله. كيف؟ ما بعرف شو الطريقة. بتفوتي على مكتبه بتبحبشي بعقوده ما بعرف. ما تسأليني بس بدك تعرفي لي شو هو الرقم بأي طريقة. تولين، آسفة رفعت صوتي عليك من شوي بلا سبب. حقيقة ما في شي سري أو مخفي بخصوص سراج بيك. في حدا من معارفي قال لي روحي على وكالة إيجو وسلمي لي على سراج بيك، وأنا فعلا وصلت له السلام وسألته إذا في شغل وهو رفضني لأنه عنده مساعدة. إيه يعني؟ وروحتي على مكتبه وسؤالي عن الشغل كان غباء مني مو أكتر. هذا كل الموضوع. طيب تمام. طيب تصالحنا؟ ما بتفرق. ممكن أطلب منك مساعدة صغيرة؟ مثل شو؟ أنا لحد هلأ ما شفت عقد للممثلين، ولميس خانم بتضل تقول أشياء غريبة وأنا بجمد بمكاني. يا ترى إذا في نسخة من آخر عقود سراج بيك شو ما كان فيني شوفه؟ ما بيصير. شو هالحكي؟ سراج بيك بيخبي عقوده مثل السر. مستحيل. مو شرط يدرى. دجلة أنا ما بكشف أسرار المدير تبعي. لا تعرضي علي هيك شي مرة تانية. بزعجك. هي حذرتك. أعوذ بالله. شو هالحكي؟ تمام. قال مو شرط يدرق. قال سراج بيك تركوا هالظرف لحضرتك. معقول أعملها؟ هي آخرتي؟ مين اللي عملها؟ مين هاد؟ مين هاد اللي خبر توبة أنه رفضت بسبب عمره؟ مين هاد عديم الشرف اللي راح وحكى لك كل شيء؟ يطلع يواجهني؟ لك مين؟ مين؟ والله ما بعرف. علمي علمي. شوفي؟ حدا من الوكالة، حدا فساد خبر توبة قبلي أنه رفضت بسبب عمره. خجلوا بقى. نحن بنفس الوكالة وعم نتواطى لدرجة انه بلشنا نخطف ممثلين من بعض. ايه عيب هذا الحكي. لا عيني مو عيب، بس عيب على اللي راح وخبره لممثلتي وهلأ مو مسترجي يطلع يواجهني. مين هو؟ انا كنت عم حاول انه اشرح للوضع لتوبة من دون ما اشرحها، بس عديم الشرف اللي حكاله طلعني كذاب قدامه. مين هو؟ مين؟ مو شرط من عنا، ممكن يكون من وكالة منافسة. عجب على الوكالة المنافسة. شو بدي اعرفها انه رفضت بسبب عمرها؟ في فساد بيناتنا. ليكون في سوء تفاهم. حكيت معها انت؟ اي نعم وطردتني. توبة اللي صار لي 7 سنين عم كبرها لتصير من اشهر النجوم اليوم طردتني. بس مو مشكلة، رح اعرفه وقتها بعرف كيف حاسبه. بدي اخرب بيته. بدي اخرب بيته. بدي اخرب بيته. والله الحق معه. توبة كانت اهم ممثلة عنده. والله خسارته مو سهلة. يعني ما بعرف مين ممكن يكون عمل معه هالعملة الوقحة. ما علينا. شوفك. الشركة الأمريكية مين اللي عم يدير أموره؟ فيلم نايسك. ايه صح. جنان عم تشتغل معهم. ما اتصلي فيها وقولي لها بدي اشوفها اليوم بالمسا ضروري. ايه تمام استاذ.
مدري شو صار لي، انطلق لساني لما شفتها للمخلوقة. يا الله شو اني وحدة غبية، لك ضروري انا اروح لعندها وإلا انه عمرها كبير، شو بدي بهالعلقة؟ دجلة لا تكوني حوبة، تذكري حدا شافك وانتي واقفة عم تحكي مع توبة؟ ايه تمام، خلصت القصة، وانتي من اليوم ورايح بتسدي بوزك وما بتقولي شي لمخلوق، وما حدا رح يدرى بموضوع توبة كلياته. ملكي قلعوا حدا بريء من تحت راسي، يا الله، جاي عبالي تنشق الأرض وتبلعني لأخلص من غبائي. يمكن ينسوا القصة، تفائلوا بالخير تجدوه. لا، وفي شرط بالعقد اللي وقعت عليه، إذا انفصلت ما فيني اشتغل بوكالة تاني. يا رب شو هالعملة؟ بس بتعرفي دجلة، أنا شو عم أقول لحالي؟ إذا توبة على سن ورمح هيك عملت فيها الحياة، معناتها نحنا بدها تمسح فينا الأراضي. صبايا؟ حدا منكم مستعمل معجون اسناني شي؟ لك يا عيني انت مريضة؟ ما استعملنا شي من غراضك. إذا بتريدي ممكن ما تعلي صوتك؟ قولي ما استعملتي وخلصنا. صدف، البنت متوترة من شغلة، تفهميها شوي انت كمان. أنا كمان متوترة، طول نهاري بين التياب والقرف ووسخ العالم، بس أنا ما بحسسكن بشي. انت ناس عاديين اللي بتتعاطي معهم وهي كل الوقت مع المشاهير. ريلاكس صدف، خليكي هادية. ما علينا، عملوا حسابكن إنه بنت عمي جاي لعندي الأسبوع الجاي، وهالكنباية لازمتني هي، مشان ما تقولوا لي ما خبرتينا. ها قلت بصير سيناريست ما فلحت، قلت بصير مخرج ما مشي الحال، قلت بشتغل بهذا المجال وليكي ما فلحت. لا تضل تقول ما فلحت كل شوي، أنا قريت السيناريوهات تبعك ما لها سيئة. لهيك ما عم تعبروني. مو هيك، بس هنن بهذا المجال بحبوا المضمون. لميس بالله ما تعملي علي هي الحركات. بتعرفي شو قال لي جدي لما طلع لي سينما وتلفزيون؟ شو؟ قال لي يا ريت لو شديت حالك وصرت موظف دولة. ما فهمت عليك. عفوا لميس، أنا آسف إني قلت لك هالنكتة، نسيها. برأيي أنت عندك موهبة إنك بتقدر تميز السيناريو المنيح من أول صفحة، ويمكن هذا الشيء مهم مثل موهبة الكتابة. أنت شلون بتلاقي أحسن شيء ينقال بكل موقف؟ وهون بتكمن موهبتي لميس. لو بتحكي مع توبة أنت كمان يمكن تقتنع وتغير رأيها. مين أنا؟ إيه الست بتفهم من الست أكتر، يعني بلا هاد الحكي تبع ست لست ورجل لرجل. لك مو هاد اللي قصدته، بس انت أشطر مني باللعب على الحالة النفسية، بس هي لك خلصنا بقى، تركها ترتاح لكم يوم ويهدى بالها، لا تضغط عليها، خليها على راحتها. طبعا أنا حاسة فيك. لك أنا مستعدة ضل قاعدة معك للصبح واسمع نقك، بس عن جد كل شي عندي قلت لك يا لشوف بارش إذا عجبته السكنة الجديدة. أخدتي له شقة؟ فيلا مودرن. من أبو لفيلا مودرن. هي قصص الخيال الحقيقي. بارش شو الموضوع، ما دقيت وصلت على الفيلا؟ فردت غراضي حتى. لا عم تمزح مو؟ لا أخي ساعدني بالغراض وجبناهن لهون، أصلا هن مو كتر. يعني عجبك الوضع؟ عجبني، شكرا لميس، عذبتك كتير معي، كمان تعرفت على الشاب تبع السيكوريتي، الأمور رواق. تمام، شوفك. شوفك حياتي. وأخيرا عجبته الفيلا؟ منحط الطاولة بهديك الزاوية، روعة. أخذت راحتك. برو مساك، خد الصورة اللي أبعتها لأمك، خليها تشوف بيت ولادها الجديد. يا عيني، وسع 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 أكتر. أمي ما رح يعجبها البيت. ليش؟ ما في سجاد. عن جد؟ بعرف. ليش بقى؟ صور لها تريا لأمك، أكيد رح تعجبها. أمسك هيك لكان برو، لحتى يضل هذا البيت لإلك كم حلقة لازم تصور من المسلسل؟ شو بيعرفني؟ والله شايف لك هالمسلسل رح يطول كتير. لازم نجيب أغراض لهذا البيت. شو هالأغراض بقى؟ والله ما بعرف بالضبط، بس كأنه ناقصه شي. قال أمك سكنت الهنا.
يا ريت لو أبوكم شافه. يعني يا ريت لو شافه، بس هيك النصيب. شايف أمك ما فيها من غير العواطف المشلخة تبعها. والله إني فخور فيك كتير. لك حاجتك بشو بقى؟ فخور فيك وخلاص. انسى انسى، أنا طالع على غرفتي، رح أفرد أغراضي. بكون طاولة الممثلة تبعنا ما طلطوها ما طلطوها وبعدين رفضتوها، بصيرها إلا لتوبة ما تتحسس من الموضوع. الشخصية مهمة كتير، لازم تكون صبية بقمة الدلع والغنش، وتوبة هلأ للأسف. طلعي من هالبواب، ما بتعطي أكتر من 30. الله يوفقك، إذا جايبني لنحكي بهالموضوع لتتعب حالك. المخرج اتخذ القرار، ما في شي نعمله. جبتي تصريح المواقع التاريخية؟ والله عم يعملوا لنا مشاكل. عن جد؟ مدير الهيئة صديقي من الثانوي. عم تحكي جد؟ اه طبعا، بعرفك عليه إذا بتحبي. وتوبة عنده إياها بالدنيا كلها. صاروا عم يعملوا مشاكل لأنه المرة الماضية صار في أضرار بالمواقع، لهيك عم يعصلجوها، وطبيعي يعملوا هيك. وإذا هلأ بيدرأ أنه أكتر ممثلة بيحبها تم استبعادها من العمل ساعتها، بدك تنسي التصاريح. يعني رح تروح توصل له هالحكي ما هي؟ لا، شو هالابتهام؟ مو أنا اللي بوصل حكي. ما علينا، إذا ما مشي الحال بيصوروا ديكور، ولو أنه النص مكتوب كمواقع حقيقية. وإذا ما مشي الحال الشركة الأمريكية بتتفق مع غيركم. لوين بدك توصل؟ أنا كتير واضح. توبة إذا ما كانت الفيلم ما حيكون. جلال بيك ما شك تكون الجاسوس. انت شكلك جناتي، مستحيل يفكرني جاسوس، ثقته فيني مطلقه. لك لسه رايحين جايين جاسوس جاسوس؟ لك ما في شي من هالحكي بنو. نحن بهي الوكاله اخوه ورفقات وروح وحده، معقول هالشي اللي عم تقولوه؟ بعدين مين بيبزق بالصحن اللي بياكل فيه؟ ها، يمكن حدا قبض مصاري من وكاله منافسه وباع الخبر. جاسوس يعني؟ ها، ولحقتي تالفي سيناريو؟ رح أطلع أكل برا. أهلا وسهلا بارش بيك. بلاها أهلا وسهلا، وبلاها بيك، بحسهم كتير بيكبروني. طيب شو اسمك؟ دجلة، أنا بكون مساعدة لميس خانو. معناتها أنت رح تصيري المسؤولة عني، الله يكون بعونك. لميس خانو طلعت في عندها اجتماع، وأنا كنت رح أخذ الصندويش والشاي أكل برا، بس إذا بتحب حضرتك لبين ما تجي، يعني إذا بتحب فيني رافقك. إذا بتحب. أنت ما ترافقيني، أنا اللي بدي رافقك. بتطعميني من صندويشتك؟ إيه طبعاً. وين بدنا نعود؟ كنت بدي أنزل لتحت قريب من هون. تفضلي. شكراً. تكرم عينك، أهلا وسهلا. إيه شلون الشغل؟ أكل هوا. عفواً، مو بقصدي زلة لسان. لميس بتكره المسبات، اوعك تسبي قدامها. اكيد. وليش اكل هوا؟ ما بحكي للميس وعد. ارتكبت خطأ. وين المشكلة؟ انا على طول برتكب اخطاء. مو ذات الشيء، انت بحق لك موهوب ومشهور وحليوة كتير. ها
هدول كلهم ما بيهموا يا مساعدتي، كتار اللي عندهم هالشي. والله انا حاسه اليوم كثير شعور عن جد. تقومي نمشي. لك ليكو مين هالشي؟ شوفي استعجلي. لك ليه مبلا؟ يلا هو عن جد انا مو مصدق عيوني. اي والله هو هو والله هو والله ما بحب صور معه. شو رايكم اذا بتوقفوا بتحكي معه كم دقيقه بيكون احسن بكثير؟ ما عم اقدر اوقف كون لطيف. طيب لو سمحت رح نضل عم نذكر هيك وهربانين منهم. معقول؟ خلص وقف شوي. طقت روحي من هدول العالم. اه بنرفز لما بشوفهم وما بحب احكي مع حدا من هي الاشكال كلها. طلعوني روحي. ليكو شو بارز؟ ليك هذا مو الممثل؟ بلا هذا بارز. تعي خلينا نلحقه. تعا اذا مره واحده ما بتصايريهم وبتكوني مثل ما بدهم فورا بيكرهوكي. بعدين هن ما بيحبوني، بيحبوا شخصية المسلسل. بس هي الشخصية انت عاملها. تعي. شو؟ ولا شيء. انت صاحب الاغراض؟ لا مش كان هون. هلا كان هون. لا والله انت بساعدك بس. يسلموا ايديك. لك كلها ماشية بالحن. يا الله. عن جد اذا ما تصورت معه رح جن. يا الله كيف اختفى؟ وين ممكن يكون راح؟ مشي الحال؟ ايه. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. وأخيرا بعتذر منك نيابة عن جلال، هو ما عرف يدير المسألة. إذا جاية مشان تقنعني أرجع الوكالة فلو سمحت لا تعذب حالك. أنا اليوم أخذت قراري، كل اللي حواليي كذابين. والله شو ما حكيتي معك حق. جلال صار له سنين مدير أعمالك وكان لازم يلاقي حل فوري للموضوع. بس أنا مبارح حكيت مع جينان بخصوص فيلم بوند، كأنه رح يرجعوا يحكوا معك. عم تحكي عن جد؟ أكيد. و99% رح تكوني موجودة بهذا الفيلم. فيك توثقي بكلامي. طبعاً بس إذا اشتغلنا سوا بيكون إلي الشرف. ورح أطردك فوراً إذا ما جبت لي الدور. أنا بستقيل لحالي وقتها. تشرب شي؟ يسلموا. شو بدي أسألك دوبا؟ موضوع العمر هذا كيف وصلك؟ مين اللي خبرك فيه؟ بنت من الوكالة قالت لي، ما بعرف شو اسمه. بس أنت بتعرفيهم كلهم؟ إيه بس هي البنت جديدة، هيك شعرها مجعد ووشها حلو. ليك إذا بتريد لا تقول إني قلت لك، أكيد ما قصدها تحكي. لا 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 ولا يهمك. جد والله جابها. لو مصورينك أنت وعم تعتل لتهرب من المعجبين كان تفضيحة. الممثل الشاب الوسيم المشهور يعمل عتال. ما أنا شغلة جديدة علي. بالمسلسلات قصدك مو هيك؟ لا والله بالحياة الحقيقية. شو عم تحكي عن جد؟ أنا جاية من الفقر وبس، وما بعرف لوين رايح ولا متأكد. بارش مبكر بالجاية. خلص التصوير على بكير وأكلت صندوشة مساعدتك. لطيف كتير. لقطونا المعجبات بالجنينة بس نفدنا منهم كلهم، ما هيك؟ حبيب كل الصبايا ما بصير يهرب. بارش بيستنى بكل لطف وبيتصور سيلفي. السيلفي ضريبة الشهرة وكل نجم بده يكون جاهز لإلها. ولا شو رأيك؟ ما علينا، اطلع انت، نحن شوي ومنلحقك. يلا دجلي فهميني شو هذا التصرف؟ ولا شيء. كنت طالعة باستراحة الغداء وهو طلب مني يجي معي. لو شي صحفي لقطكن وصوركن وراح نزل خبر انه بارش هافاس بعلاقة بهالصبية، شو راح يصير؟ ما راح نبلش نحن تكذيب 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 وما حدا يصدق؟ ما حدا صورنا مع بعض، اطمن. لانكن محظوظين كتير. ما بيصير تتواصلي مع اي ممثل من دون موافقتي. تمام فهمت. بارش ستار.
يعني مانو من نفس المجرة تبعك. وإذا بدك تشاركي حدا صندويشة تبعك، شاركيها مع ناس عاديين، ناس مثلك، تمام؟ يلا. مثل الحي راح وحكى مع توبا، وتوبا وافقت انه يصير مدير اعمالها. ولك هي سرقة؟ طبعا اسمها سرقة على النية وموصوفة، عم يتعدوا علينا هدول، ما لازم نسكت لهم، لازم نوقفهم عند حدهم ونمسح الارض. ولا على بالي، بس ولادي طاير عقلهم بهالزلمة يا رجل. يعطيك العافية سراج، شكرا كثير، اعطيتني درس حياتي بهالعملة، معناها حتى الناس اللي بنشتغل معهم بنفس المكان ما لازم نوثق فيهم، وطبعا هلا بدك تقلي هذا لمصلحة الوكالة. ايه تماما هيك. من ورا غلطك بدك الوكالة تنضر؟ الوكلاء الباقيين كانوا سمعانين بالقصة وملاحقين توبة. انت لو عطيتني كم يوم تانيات بس. لا جلال، ما كان في عندك كم يوم، لهيك تدخلت بالملف فورا. توبة معنا ملف، هاي ممثلة. اكزاكتلي. بفضل هديك الممثلة رح تطلع لمراتب أعلى. من بعد إذنك في عندي اجتماع انتجراسيون هلا. أهلا وسهلا يا شباب. إلا عندي. لك أصلاً أنت شو بفهمك بالفن الراقي؟ لك أنا ليش ما حكيت هاي الجملة قدامه؟ يا ريتك قلت له إياها، كنت هزيت له كيانه. سهيلة، ايه؟ هدول لازم ينبعتوا ضروري. دجلة، سمعتي باللي صار؟ شو؟ سراج بيك سرق ممثلته لجلال بيك، توبة ما غيره. يعني منيح إنه ضلت الوكالة، بس أنا زعلت على جلال بيك، هو حساس مانو مثل سراج بيك. طيب وشو صار بموضوع اللي فساد؟ هالموضوع بتوقع انتسى وما عاد حدا يسأل فيه بعد اللي صار. بس يلي عمله سراج بيك مانو بشع كتير؟ لك الزلمة مانو طبيعي. وأنا هيك رأيي. جيت شوف إذا محمرين خدودك من الخجل ولا لا، بس مو شكلك. الدق اللي عملته بجلال ما ضايق ضميرك ولا شوي حتى؟ أنا ما عملت شي بخجل. أنا كل اللي عملته أني رجعت أهم عميلة لهالوكالة. لا، قطعت لي قلبي. لميس، قبل ما تجي تحاضري علي بالأخلاق، روحي دوري على اللي فسد لتوبة عن حكاية عمره، قصدي مساعدتك. مستحيل، شو عم تحكي؟ توبة هي اللي قالت لي. وبعدين ليش عملتها؟ بأي نية؟ ما بعرف ولا بيهمني كمان، بس الهيئة هالبنت رح تتعبك. ليش لتساوي هيك هي؟ ما بعرف. وجلال أفندي خلقه براس مناخيره، لهيك ما قلت له، بس قلت لك إلي حتى تتصرفي. بتقلعيها، بتخليها، ما بعرف. أنا لو محلك بلع. دجلة تعي لعندي. فوتي سكري الباب. عادي. ما خطر لي انه ما لازم قابل الممثلين برا الوكالة، ما رح تنعاد. شو قال انت اللي قايلتي له لتوبة عن قصة العمر؟ ليش عملتي هيك؟ ما كنت بقصد شي بنو، كنت مفكر تعرفاني وحكيت لحتى خفف عنا الموضوع. شغلتك انتي انه تعدلي مزاج الممثلين؟ انتي جاي لهون لتشتغلي ولا لحتى تعملي علاقات مع المشاهير؟ لو انا اللي كنت عم قول لحالي لقيت مساعدة ذكية وحيوية وحربوقة، بس اللي شايفته انه طلعت وحدة سرسرية. بس فهميني، انا عن جد بدي افهم منك، وقت تتلاطفي مع توبة شو رح تستفيدي؟ رح تاخدي لأمك أوتوغراف منها؟ لو توبة راحت لوكالة تانية
عندك خبر قديش منخسر بالسنة يا زكية؟ فيكي تتخيلي الموضوع؟ أنا آسفة، مو بقصدي. الحمد لله أنه سراج ما راح مباشرة لعند جلال وحكى لي إلي، وإلا ما كنا قدرنا نخلصك من إيدين جلال. شو؟ سراج بيك هو اللي قال لك؟ قومي ضبي أغراضك وقبل ما تطلع امرقي على المحاسبة، خليهم يدفعوا لك اليومين اللي اشتغلتيهم. تعي لشوف كوكوش. كوكوش لك، كوكوش وينك؟ عنجد ما تواخذيني. بتطفش العالم بيومين لحقت تشوف شغلك وما يعجبها. بس صار بيني وبينك في روابط قوية. بس من جهة تانية منيح لي صار هيك، أصلا هون المكان مثل القبر، حروب وأنزع وتوترات المساعدين وتوتر الريتينج وغيره. تولين دجلة بدها تمشي، ما رح تجي تودعيها؟ الله معك. قليلة ذوق. عن جد شكراً كتير على كل شيء. خلينا على تواصل، إيه؟ وإذا عرفت في شغل بيناسبك فوراً بخبرك. تمام، شكراً كتير، بشوفك على خير. بتفوتي على مكتبه بتبح بشي بعقوده وما بعرف، بس بدك تعرفي لي شو هو الرقم بأي طريقة. حابة بارك لك لأنك نجحت بتقليعي من الشغل. أنا ما عملت شيء، أنت اللي قلعتي حالك. مو جاي لحتى ناقشك، رح رجع لك هدول وأمشي. ضبيهم ما في لزوم. ما صح لي رجعهم قبل هلا. انت حطيتهم بجيب جاكيتي يوم اللي اجيت لهون وحاكيتك. امي ما وافقت تاخذ مصاريك وانا نفس الشيء. ليكن قدامك وما صرفت منهم ولا قرش، فيك تتاكد. يوم قلت لي هالمجال مليان ناس متوحشين، بس طلعت انت اكبر متوحش فيهم. حتى بنتك ما نفدت من وحشيتك. بهنيك مره ثانيه. ليكك متذكره اني حذرتك وقلت لك هالدومين صعب، أخلاقك وتربايتك ما حيزبطوا هون أبدا. هون مو إليك. لهيك روحي رجعي لعند أمك وحاولي تبلشي من جديد، وبتمنى لك التوفيق. الله معك دجلة. اعملي لي حجز بالمطعم الياباني اللي بإيتيلير، بدي احتفل بعيد ميلاد. حاضر. الو، الاجتماع عندهم بالشركة، بتعرفي العنوان ولا ابعث لك اللوكيشن؟
كوكوش تعي. شو مين حضرتك؟ أنا مساعدة لميس خانم الجديدة. كنت مارقة من هون هيك شفته عم يعضوض الوراق بالأرض. كوكوش لا بتعضوض وراقه ولا غيره. لميس اللي بعتتك لهون لتتجسسي مزبوط؟ لا لا عفوا ما في هيك شي بنوب. مو هذا اللي صار. حضرتك فريدة خانم مو هيك؟ أنا دجلة. قديش كنت بتمنى لو أني مساعدة حضرتك. برأيي حضرتك اللي بتمثلي أهم ممثلين بهالوكالة. السينما القديمة مميزة كتير ونجومها هنن أبطالنا من الصغر. تمام بكفي هيك. أنا ما بحب المجاملات ولا بتعبي لي راسي. ليكي مخرجين هالأيام ما بيفهموا لأنه ممثلين زمان موهوبين كتير. مزبوط حكيك. مزبوط الحق معك 100%. شكرا كتير. بالإذن أنت الممثلة التركية اللي حتكون بفيلم بوند. أنا عن جد كتير متحمسة. ونحن متحمسين. بس في أمور صغيرة حابة أحكي فيها. تفضلي. الشخصية 25 سنة يعني إذا بدك الدور حتكوني مضطرة لشوية رتوش. ما فهمت قصدك. أنت محظوظة كتير إنه شكلك ما بيوحي بعمرك بس بحاجة لمسات وشوية رتوش يعني مثلا حوالين العيون. بدك يعني أعمل تجميل مو هيك قصدك تقولي؟ ما منعتبره تجميل. رح تعملي شوية رتوش مو أكتر. مستحيل هذا الموضوع محسوم. توبة برأيي ما ترفضي. اسمعي للآخر. ما في شي بخوف. الناس بيعملوها باستراحة الغداء وبيرجعوا على مكاتبهم. كم شكة إبرة على الجناب وخالصي. ما في مجال. مستحيل أقبل. توبة بدك الدور؟ ايه طبعا بدي الدور. معناها لازم تعمليها لأنه هاد شرط المخرج. يعني كأني لقيت ذهب بالطين. ايه مو مشكلة خليها تبلش شغل مع أستاذ تمثيل. هي موهبتها ضعيفة بس جمالها خارق مو طبيعي. دخيلك بلا ما تمثل أصلاً هي تطلع على الشاشة وبس. وصلت للعقد يلي كنتي طالبتي مني. إذا حابة تعرفي مضمونه ناطرتك ورا الأسانسير. برجع بحكي معك ماشي؟ لميس خانم يا أهلي. قديش الرقم الموقع عليه؟ بتحبي تشربي شاي؟ يلا قولي لي. تمام تمام قولي قديش وبرجعك على شغلك. توعديني؟ بوعدك. رح كون أفضل مساعدة بكل الوكالة وحتى طولين رح غطي عليها وبتشوفي. خليني روح جيب لك شي بارد. يلا قولي قديش. 350,000. يلا عن هالحكي عن جد هالزلمة مو سهل. شو بتشربي؟ فنجان قهوة تركي. بكر بكر عمر فنجان قهوة سادة للخانم. وسط وسط وسط. حاضر. مرحبا توبة. تفضلي من هون. ما بحب غير بوشي لأنه أنا كتير بحبه. الأسبوع الجاي عيد ميلادي ما توقعت أنه تجيني هيك هدية بهيك يوم. زوجتي قديش عمرها برأيك؟ 36 أو 37. 42. أنت أكيد عم تمزح. مرة بالسنة بوتوكس حشوة خدود وتحت العيون شوي صغيرة. عن جد مو مبين عليها أبدا. هذا القصد. دكتورة موجود باسطنبول؟ وأحسن واحد. لكن شو رأيك تحكي معه بكرة؟ ها
هذا هو القرار السليم. شرفتينا. يلا بشوفك. غلبت سراج بيك على سن ورمح عم تتخيلي؟ ماني مصدقة امتى يصير بكرة الصبح مشان انزل على الوكالة. بدي خليه يهري شفايفه من كتر ما يعض عليهم. انا متأكدة انه رح يعصب كتير. معناتها انت طالعتي له لانه لما بتعصبي بتعضي على شفايفك. غالبية الناس بيعملوا هيك، وين الغريب بالموضوع؟ بعدين حتى لو بتشبهوا بعضكم بالنهاية هو بالنهاية هو مانو اي شيء بالنسبة لي. شلون هالجاكيت؟ حلو بس مانو ستايلك. تعي تعرفي لازم جيب سكربينة كمان. كل اللي بالوكالة لابسين كعب وأنا كأني صبي الحارة بيناتهم. ايه طبعاً خدي. أهلا وسهلا. رح يكون في ستات حلوين بالهبل حواليكي وإنتي لازم تجاريهم. ايه دجلة؟ هلأ هو عن جد رح يقبض 350 ألف على هالفيلم؟ ايه؟ إذا بيصور فيلمين بالسنة ناح بيت أهلي في شقق هيك سعرها، يعني بالسنة بيحسن يشتري بيتين. ليش ليه يشتري بيتين كل سنة؟ مزبوط، بيشتري سيارة، بيت بالمصيف، بس بعد سنتين بتخلص القائمة، شو رح يعمل بكل هالمصاري؟ هنن مو كل سنة بيصوروا فيلمين، في ممثلين بيضلوا سنين وما بيجيون دور. أيوة ما في حل وسط، يعني يا بيلمع نجمه أو بيمسحوا فيه الأراضي. ميرال شوفي، في فتء صغير هون، بس ما حدا رح ينتبه له. أمين رح يشوفه هلا؟ عفواً، بقديش هاد؟ 59 ليرة يا أنسي. شو رأيك؟ فاصلي بينزل. منيح، مو خسارة. شوفي رح قيسه. قوليلي بارش بيقبض نفس الشي كمان؟ ما بعرف. يا عيني، منه حلاوة ومنه زنجيل كمان، هذا فارس أحلامي. خليكي مع الناس يلي بيشبهوك حبيبتي. عصبية وقوية بس حبيتها للميس خانو، ما أنا خبيثة مثل سراج بيك. بس بارش واحد مثلي ومثلك بالضبط، إنسان طبيعي تماما. بعدين مو هو قالك إنه جاي من الفقر؟ إيه بس مانو بالفقر هلا. تمام، رح أخذ لهاد. من بعد إذنك ما فينا نعمل تخفيض صغير؟ نعم لميس خانو. دجلي رح ابعث لك عنوان بار هلا بتروحي عليه، بتطالعي بارش منه على الهسي بتوصليه على بيته. فهمتي شو قلت لك ولا لا؟ عفوا، ليش هو ما يطلع لحاله؟ عامل خناقه وقدام الباب متروس صحفيين ناطرينه يطلع. الحمد لله انه صاحب المكان بيعرفني وخبرني فورا. انت ساكنه بكورتو لوش ما هيك؟ خلال خمس دقائق بتركبي التاكسي وبتكوني هونين خلال ربع ساعه. تمام، رح بدل تيابي وفورا طالعة. لا لا لا، ما تضيعي وقت بهالحكي، ما حدا بيهمه شكلك هلا. رح ابعث لك اللوكيشن، اعطي اسمي للي على الباب. طيب شو ممكن تقولي؟ استناني عند الباب اللي ورانا. انا كثير سعيدة باهتمامكم وبحبة الجمهور. ولا يهمك. بصراحة هاد أهم شيء بالنسبة لأي فنان. وأنا بوعدكم إنه دائما حطكم بصورة أي جديد بصير معي. لأنه دعمكم هو أهم شيء بالنسبة لي. شكرا لك. شكرا كلك زو. هلا حابين ناخذ منك تصريح لمجلتنا. ممكن؟ مرحبا. أهلا وسهلا. الست لميس حاكتني وقالت لي اجي لهون مشان بارش. فوتي لجوا لجنب البار واسألي الحارس اللي هناك. جنب البار، تمام. شكرا. أهلا. لو سمحت بدي اشوف بارش. ايه تكرم عيني، تفضلي. شكرا. بارش
المساعدة، أنت كمان هون؟ جيت أخذ حضرتك. قلت لك الله يكون بعونك. متخانق مع حدا؟ مو بإيدي غصب عني. أي واحد بيقولوله أنك صرت مشهور بس ما صرت زلمة، شو ممكن يعمل؟ هذا دب اللي على البيجامة؟ باندا. حلوة كتير، ما دام قربنا كل هالقد من بعض صار فيك تشيلي الرسميات. ما بدي أقول هيك مرة تانية؟ تمام، بس لازم نمشي من هون فورا، لازم نمرق من المطبخ ونطلع من باب الموظفين، يلا. لحظة، هالمرة أنت عم تساعديني لأهرب بالسرقة وهيك منكون خالصين. خالصين، يلا يلا دير بالك، انتبه شوي شوي. أنت منيح؟ وقف. شرف، اقعد شوي. أنت اقعد شوي، خليني ساوي فنجان قهوة سادة نشربه وبعدين منمشي، شو رأيك؟ منيح؟ خد امسك هاد. كنت حابة أعمل لك ياها برغوة بس ما زبطت، دبر حالك. يسلم ايديك. أنت من اسطنبول؟ يعني درست كونسيرفاتوار بمكان تاني وبعدين اجيت على المكان اللي هو قلب السينما؟ أنا ما درست كونسيرفاتوار. لا، إيدك واجعتك؟ لا، أنا متعود. القهوة سادة كتير كأنه. استنى، تمام، تعال. أنا كنت زعلانة منك. تعرفي أنا قديش حتى لو بس عني بردتي؟ يلا امشي بسرعة لو سمحت. لا تخاف، ما حدا لحق يصورك، ما زبطت معهم هالمرة. إذا حدا صورني لميس بتلاقي لي حل. أنت إذا بدك ولا ما بدك، في آلاف الصبايا كلهم بيحبوك، معجبين فيك، حتى في صبايا بتمنوا أنه حبيبهم يكون بيشبهك ولو شوي. ياريت لو بدل ما تتخانق بالبارات هيك تعمل شي تكون قدوة فيه لهدول العالم. أنا ما كان بدي إياهم ياخدوني قدوة. إيه بس كونك طلعت على الشاشة أكيد رح ياخدوك قدوة، أنا هيك رأيي. الإعجاب والإحترام بيحموكي من عدم القيمة وضعف الحيلة أو هيك شي يعني. في حدا قايل هالقول، مو متذكر مين. مارلون براندو. ما شاء الله عليكي بتعرفي كل شي أنت. لا مو هيك، صدفة، قريتها مرة بمقالة وضلت علقانة ببالي. شوف في معي محارم ومعطرة، شو رأيك امسح لك الجرح بلا ما يتجرسم؟ دايرة بالك علي منيح.
تصبحي على خير. تلاقي خير، دير بالك. برو وينك لهلا اخي؟ شش. احتفلتوا انت والممثلين بعد التصوير؟ ها؟ لا طلعت سهرت لحالي. خير شو بجبينك؟ ولا شيء. كيف يعني ولا شيء؟ يا اخي انت طلعت لتسهر ولا تساوي خناقه؟ لك لا نقاش صغير، ما في شيء. بدك تضل تتخانق مثل ولاد الشوارع؟ بارش ليك انت زلمة رزقتك من وشك، تمام؟ تحركشك حدا بتطلب الحراس تبعك، مديرة اعمالك ما جابت لك حماية؟ حماية شو اخي؟ انا ما بدي حماية ولا غيره. طالع نام. معناتها بتبعت ورا اخوك ماشي؟ صحيح اخي؟ شو صار بالمسلسل تبعكم؟ ما بعرف. ليك شو رأيك تقترح عليهم يجوا يصوروا بالمطعم عنا؟ أخي أنا ما بقول هيك شي. لك ليش بقى؟ إذا صوروا عنا رح نكسب بلاوي منهم، إذا شغلة بيجينا منها فائدة ليش نروحها علينا؟ وليك ما نو مطعم هات إيدك والحقني، شغلة محترمة وعلى كيفك. أخي راسي رح يفجر، بعدين منحكي. طيب تمام، بس ليك ما تنسى ها؟ باريش أخي ليك إذا مشي الحال أنا كمان رح استفيد ها؟ بيطلع لي نسبة. هدول مضطر عليهم كتير، لازم تلاقي. هلا بدور لك على. طيب ماشي. صباح. صباح النور. صباح الخير سراج بيك. نحل الخلاف بيني وبين لميس خانو، وضليت عم بشتغل هون. لا بدي قيلي ما لي فاضي لأني شو؟ أنا عندي معجبات كتير. لا 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 تحكي معي بهالطريقة مشان ما عصب. إيه لكن أنا عصبي كتير، لا تخلي صوتي يعلى. إيه حلو جميل حبيت مثل ما شفت جلال بيك مؤثر شوي. ايه؟ بيطالع الواحد عن طوره. شفت قديش متعوب عليه؟ ايه شفت. احيانا انا بفتح وبتفرج على الفيديو بس بدي اخلص شوي واطلع من اجواء اليوتيوب. بصراحة انا حابب ادخل على سينما او التلفزيون، بدي اشتغل بهذا المجال وبعد شوي عن اليوتيوب. يعني بتعرف فكر يعني منوصل لقرار، بس بدنا نحكي مع كم حدا بالاول. بس في شغلة مهمة يعني بالنسبة للتجميل، انت ما عندك اي خوف او تردد ما هيك؟ لا بالعكس فكرة كتير حلوة بالنسبة لإلي. ما انك ضد التجميل يعني؟ بالعكس حمستني كتير. طيب ماشي. شو اسمه معناها منحكي خلال كم؟ تمام. تشرفت بحضرتك كتير. وانا تشرفت. بالإذن. اهلين. مرحبا يا حلوة. اهلين. شو عم بتحاول تكتشف مواهب جديدة ومن اليوتيوبرز؟ بما انه خسرت نجمة مهمة لازم امن غيرها، قلت بحول على الكوميديين شوي، بس ما بعرف إذا رح أقدر لاقي ممثل بمستوى توبة. أنت ليش استسلمت بهالسهولة؟ بخصوص توبة؟ لازم أحترم الخسارة، لما شافتني ما طلعت ديوشي بيضل علي أتمنى لها النجاح والتوفيق. يعني أنا ما بعرف بحياتها، بس ما بتوقع تكون مبسوطة. لك تخيل من أول يوم بعتها لعن دكتور تجميل. كيف؟ إيه أنا اللي أخذت لها الموعد. أنا ماني ضد أنك تحترم الخسارة، بس أنت ما كنت مجرد مدير أعمال، أنت كنت صديق.
توبة توبة جلال، كيف سمحوا لك تفوت لهون بالمطار؟ شكلك كسرت كم قاعدة. توبة كرمال الله لازم نحكي، انزلي شوي. شو شايف هالخيل شو صعب؟ ما عم يرضى يوقف ابدا. ياقوت على اساس انك شاطره كثير بركوب الخيل ولا ضحكتي علي وانا مدير اعمالك؟ مستحيل كذب عليك، هنن كم درسوا بصير اشطر من ركب خيل، بس انا عم بتذكر شويه قواعد لاني نسيتها. لو سمحت لا تحكي عن الكذب لانه انت اللي كذبت علي. لا ابدا، انا كرمال ما اجرح مشاعرك حرفت الحقيقه شوي، صدقيني. لا ما تعملي هيك توبة، شدي ظهرك شدي ظهرك، ما تعملي هيك، شدي الرسن. جلال ساعدني ياقوت. توبة راحت يا ناس، الحقوا توبة خانم. جلال توبة راحت. انت زعلان مني لأني عم بشتغل مع سراج؟ بالأول إيه، بس هلأ لا، علاقتنا مو شغله بس، أنتي رفيقتي وحياتي. شوفي شو الأنسب إليك واعملي. بتجي معي على دكتور التجميل؟ بصراحة أنا كتير متلبكة، ما حبيت بيان لسراج هالشي. خليني شوف برنامجي وبعدين بجاوبك. خليني اشوف برنامجي وبعدين بجاوبك. ماشي. صباح الخير. هاي الشراطيط اللي لابستيها خليها ببيتك، عندي بتكوني شيك اكثر، انتي بتمثليني الي. سرقت ممثلة جلال وهلا حطيت عينك على مكتبي؟ دجلة ليش لساتها عندك؟ سؤالك وطريقة سؤالك البشعة ما حبيتهم أبداً، ماني مضطرة أبرر لأي حدا أسباب تعييني وطردي للموظفين اللي عندي. والغلطة يلي عملتها مع توبة قليلة؟ لما تكون مصلحة الوكالة على محك كلنا مجبورين نقدم مبررات يا خانم. بالنهاية ارتكبت خطأ بس ما تسببت بمصيبة. لو أنا ما منعتها. سراج لشو هالعصبية؟ اللي بيشوفك كيف معصب من وجودها بيفكر إنه في شي بينك وبينها من قبل. شو عم تحكي أنت؟ بحياتي ما شفتها. كل انت اصطفلي. طولين رح اسألك سؤال بس كوني صريحة واصحك تخافي على زعلي بالمرة ماشي؟ ولا بتهميني اصلا. برأيك اللي لابستهم بشعين؟ شوفي تمام واقفي رخاص كتير وقدمه وتقليد كمان كتير بشعين. يا يسلم. ولو حبيبتي واجبي. شكرا كثير لانك تعذبت وجيت. لو سمحت ما تقلب وشك لانه التجاعيد بيطلعوا فورا. طيب رح روح صف واجي. جلال ما في داعي تجي معي، انا بدبر حالي. معقول هالحكي؟ طول بالك ولا تصعبها، نص ساعه وبخلص. ماشي. خليني اشوفك وقت تكون فاضي، لا توزن علي. ماشي. امتى ما بتحبي. جد مبينين؟ جلال شو رأيك أنت بهالحكي؟ عندي تجاعيد؟ ما في خطوط ولا شيء. كيف ما في؟ شوف بعينك. لما أمك مرضت توترتي وخفتي كتير ووقتها طلعوا هدول. اسمعي، هدول الخطوط الصغيرة الحلوة اللطيفة اللي حوالين عيونك لأنه حضرتك ما بتحبي تحطي نظارات شمسية. طيب فهمت عليك، قلي أنه في بوشي خريطة. مو خريطة، وشك ذاكرته. ايه مزبوط معك حق. ايه لأنه كل خط له ذكرى ومعنى لحاله. تفضلي الدكتور بانتظارك. طيب شكراً كتير.
معقول ناطرني لهلا؟ عرفان ما رح تعمليها. أنا مستحيل أمحي ذاكرة وشي، وحتى لو بدي أخسر الدور بس خلص مو مشكلة. يلا أنا كتير جوعانة. همبرجر؟ إيه طبعاً. بعرف حواس راجع عامل مشاكل. مين هيك قالك؟ وقت كنتي بغرفة النسخ هو راح لعند لميس خانو، حطت له لزاقة عجبينه، أكيد خناقة، ما في غير هيك. إيه راح يتعب لميس خانو كتير منه. ليش هيك عم تحكي؟ إيه فجأة صار مشهور والشهرة ضربت بوشه مثل الكف وما عاد حملوا عقله. تماما. فارش نحن كم مرة بدنا نحكي بهالموضوع؟ الكل مفتح عيونه عليك، انت لازم تنتبه على أبسط تحركاتك. الناس ليش ما بيهتموا بالدور تبعي وبس؟ أنا ماني الشخصية الرومانسية اللطيفة اللي بالمسلسل، أنا بني آدم بشرب أحيانا، بعصي وبتخانة. تمام، بس القصص هاي ما بتمشي هيك، وانت بتعرف هالحكي. المعجبين بدهم اياك تكوني أمور، حتى بدهم اياك انه تحب البنت اللي بتحبها بالمسلسل. هنن بيكتبوا لي سيناريو وانا لازم العب الشخصيه اللي ببالهم؟ انت لازم تسايرهم شوي لترضيهم، هذا اللي عم قوله. صعبه لميس، الناس بتدياني كل الوقت مثل شخصيه غير شخصيتي وانا عم اتوتر. وقت تنشهر ما بيعود عندك حريه، الشهره والنجوميه هي ضريبتهم. لو سمحت انتبه على حالك. بنص الموسم بتروح برات البلد بإجازة، وهنيك عمل شو ما بدك يا أخي، بس من هون لوقتها بدك تنتبه على حالك. الشرب ممنوع، الخناقات ممنوعة، طلعات مع بنات بالأماكن العامة ممنوعة. فضيحة تانية بتنهي حياتك المهنية، حتى أنا ما رح أقدر لملمها وقتها، هي عم قلك. وبعدين لما تعمل اتفاق على الموسم الجديد رح تقدر تضل بالفيلا المفروشة، ما بتضطر تنتقل على بيت تاني. يعني إذا ما بوقع عقد الموسم الجديد رح أرجع على الأبو اللي إجيت منه. لا يا ربي مو هيك. لا لا أنا مو هيك كان قصدي. بارش أنت موهوب كتير، بترجاك لو سمحت ما تخرب كل شي. طيب ماشي. لو سمحتي تعطي سلام. شكلك مو منيح، مرضان شي؟ لا. لكن ليش تعبان؟ مبارح ضل بالي عندك، كنت بدي ابعت لك مسج بس بعدين قلت بتكون نمت وهيك صار. ماشي. انا ضايقتك بشي مبارح؟ ابدا، انت ما عملتي شي. طريقتك مو مثل العاده. مرحبا يا جماعه. بارش انت هون؟ شكلك منايم كل الليل. شبك؟ جبينك شبه؟ لا خدش صغير بس. سلامة قلبك. ثنائي العام مع بعض؟ مالي ناقصك، نحن مو بالتصوير هلأ. وإذا يعني انت وياها كتير لابقين لبعض، كل ما بشوفكم مع بعضكم بحس انه لازم لكم ما شاء الله حولكم. دجلة شو كنتي رايحة؟ لا. هذا جاكيت الرجالي لي؟ لا جاكيت رفيقي عطاني على ما بردت مباري. دجلة بتشارتي انه هدول الاثنين رح يصيروا عشاء عن قريب؟ بيعجبوا بعض. ليش الناس العاديين ما بيعجبوهم؟ لا مو هيك، الناس العاديين ما بيتحملوهم. شو هالحظ اللي عليها هالبنت الدرسانة؟ كانت أميرة أبوها وهلأ حبيبته لهالحليوة. ليكو إجا حبيبي؟ يا حبيبة قلبي. وهي الممثلة عنده؟ لك لا هي بنته. شو؟ شو في شبه؟ مو لشي. ألو نعم. يلا. أيوة.
سراج عنده خبر إنه توبة طردته؟ لا، بكرة رح يعرف. يا شو متمنى يشوف ملامح وشه بس يسمع بالخبر. لما بيسمع إنه ما عملت البوتوكس رح ينفلش. الله يعطينا خير هالضحك. خير؟ جلال كان عم يحكي لي شي بيضحك كتير، شغلة ما لها علاقة بالشغل. شوفي ليش متوتر؟ الأمور تكركبت بفيلم بوند. ليش بقى؟ توبة خانو موعدت بالأول أنا رح تعمل تجميل، بعدين غيرت رأيها. إيه عملت منيح، أصلاً ما في أحلى من الجمال الطبيعي. شو نحنا جاهزين يا شباب؟ صحي، وين دجلة؟ ليش مشيت؟ لأنه انتهى الدوام حياتي، ونحنا بقينا هون لحتى نحكي مع نادر بيك. أما دجلة لسه ما بتعرفه. خلصونا بقى. إيه فهمنا، أزمات الممثلين تبعكن ومناقراتكن أجلوا ليهن شن الساعة. رح نتصل مع نادر هلأ لأنه أنتوا أصريتوا، بس ولا واحد منكن بيحكي عن مشاكله ومشاكل الممثلين. ما بدنا نخرب له إجازته لنادر. بظن كلامي واضح، ما رح عيده. يلا ابني اتصل وافتح سبيكر. طيب اتصلوا صوت وصورة. خبرنا أنه النت مو منيح هنيك. لك بيكون هو هيك عم يحكي مشان ما نشوف الكوكتيل اللي بإيده لك. مرحبا عمي نادر. نادر بيك حضرتك على السبيكر. نادر بيك أنا كمان هون. أنا تولي كيف الإجازة معك عمي نادر؟ لك ما تحكوا كلكم مع بعض، دوختوا له راسه للزلمة. نادر يا قلبي. أنا جيلان. جيلان مرحبا، كيف صحتك؟ جيلان؟ جيلان بعتنا مسج لعمي نادر انه رح نتصل. نادر، نادر ما عاد موجود، مات. شو شو قلتي؟ اجته جلطة قلبية، هو وعم يسبح بالبحر. جيلان شو عم تقولي؟ جبته على المستشفى بس ما قدروا ينقذوا. طولي بالك شوي، ما طلعت لسه. لك رح أتأخر. صدف، ممكن تستعجلي شوي؟ رح نتأخر على الشغل. هالمصروعة كأنها رايحة على عرس مو على شغلها. هلأ هالساندويشة بتشبعي؟ شو بدي أعمل؟ ما معي مصاري زيادة ولسه بدي عبي كرت المواصلات. ما عم يعطوكي بدل مواصلات وأكل؟ لسه ما بعرف، بس بدي تخلص فترة التجريب هي وبلش أقبض راتبي وارتاح بقى. لو معي والله ما بقصر، بس عم ببعتلها لماما من معاشي. شو أعمل؟ شو بدك تعملي لسه؟ ما بيكفي كل شي صرفتي علي لهلا؟ خلص ولا يهمك، رح أبعتله رسالة ليقين، إذا صار جرتي خبرني. فأخيرا يلا. لك ما بتتركوا الوحدة تتهنى وهي عم تحط مكياج. ما وصلت مو هيك؟ صح صباح الخير. تشكري اللي بالوكالة من هاري. لا ما خبرونا امتى رح تكون الجنازة. جنازة مين؟ مين هو اللي مات؟ ثانية لو سمحتي مدام، وكالة إيجو. اي مع الأسف، اي مزبوط الخبر، مات. مين سهيلة فهميني؟ بس ثانية لو سمحتي بدي رد. أنا وكالة إيجو. اي نعم الخبر مزبوط. بابا الحمد لله، فكرت صار لك شي، كنت رح موت من الخوف. مين هاي سراج؟ مم؟
مساعدة لميس. أنا منيح دجلة، منيح، مو صاير لي شي. عفواً سهيلة كانت عم تحكي عن جنازة وهيك قام فكرت. ما علينا دجلة، فكي تكوني رفيقة ومقربة من المساعدين الباقيين وسهيلة طبعاً، بس بهالوكالة نحن منحب ينحكى معنا بطريقة رسمية لو سمحتي. مفروض تتعلم. ما بتتكرر سراج بيك. جديدة ما؟ جديدة. تسامحت مع ما بتعرف بأمور الشغل، لسه غشمني على جهل. غريبة عجيبة هالبنت. سمعتي ما هيك؟ سمعتي بنادر بيك انه مات؟ نادر بيك مات؟ والله زعلت عليه. حرام كتير وكتير. مات وهو بالإجازة وهو عم يسبح كمان. تخيلي بأحلى يوم بحياتك شو هي جلطة قلبية. يا ربي دخيلك. أيمن الله يرحمه، بتعرف أنا ما صح اللي اتعرف عليه. كان إنسان لطيف كتير لدرجة إنه كل الناس اللي بيشتغلوا بالوسط الفني بيحبوه. راح بهديك الطاقية بالأخير على القبر. كان أسطورة حقيقية. لما أسس وكالة إيجو العالم لسه ما كانوا بيعرفوا شو يعني وكيل أعمال. وقت المنتجين كانوا عم يقولوا إنه بدنا ندفع مصاري لمدراء الأعمال كمان. صح لهلأ إنهم بيقولوا هاي الجملة، بس عم نغض نظر عنهم. إذا حكيت مع جيلان خبرني، تمام؟ أوكي حبيبي. بس رح شوف لميس خانم وارجع عن اذنك. نمبر 1، نحن بالوكالة ما بتحكي معي غير بصفة رسمية، يعني بتنادي لي حضرتك. حاضر ما بتتكرر. نمبر 2، انا مديرك هون، ما في اي علاقه تانية بتربطنا. هالكلمتين زرعيهم براسك من غير قصدي. زلق لساني، سمعت انه توفى حدا وشفت تولين عم تبكي، خفت وفهمت الموضوع كله غلط. اذا شكوا انك مانك مجرد موظفه وبس شو بصير؟ ما رح يشكوا بشي، واصلا انا شو بكون لحضرتك ولا شي. مو ناقصك تعملي لي دراما اصلا. اللي فيني مكفيني وزياده. نادر بيك توفى ويمكن رح نخسر الوكاله كمان. انا وانت وكل اللي بالوكاله رح نصفى بلا شغل. شو؟ اصحك تجيبي هالسيرة للمساعدين. ضبطي وطلعي. اجت مصاصة الدماء، روحي لهي وما تخليها تقطع الريسبشن. مصاصة الدماء؟ أنا وقت عرفت ما قدرت حتى أني أعمل التويت، حملت حالي وإجيت. عن جد كلك ذوق أريج خانم، بس ليكي هلأ الكل مضغوطين. لحظة. زينب خانم؟ إيه مع الأسف مزبوطة الخبرية. حياتي أنا رح أقول البقية بحياتكم حياتكم الباقية وأطلع، يعني ما رح أخد من وقتهم كتير، وأكيد ما رح يعملوا اجتماع بيوم مثل هذا كمان. ولا يمك أنا ناطرة عنيك. لميس خانم قالت لي اجت مصاصة الدماء. مين بتكون؟ ما عرفت. شو مصاصة الدماء هون؟ ايه؟ هي بتكون الصحفية أريج. أنا واحدة القاعدة هوني؟ ايه هي هي. ماشي. يسلم عمرك. مرحبا أنا مساعدة لميس خانم. مساعدة جديدة؟ حياتي لميس بتعرف إني هون؟ طبعاً بتعرف، بس مضغوطة كتير بسبب التليفونات، وهي بعتتني لحتى أوصل لك اعتذارها. لا بسيطة، ما في مشكلة، مستحيل أخذ على خاطري منها بهيك يوم، بس هدول التليفونات بدهم يخلصوا بالنهاية ما هيك؟ هدول الرجال فظيعين، ما حدا بيقدر يحذر عليهم. شو؟ لا والمسكينة مرته كانت ناطرته بالأوتيل، يعني هلأ المخلوقة تزعل على موت زوجها ولا تعصب من خيانته لإلها، شو تعمل؟ لا لحظة أريش خانم، لا في لا خيانة ولا غيره، نادر بيك هو وبالبحر إجته جلطة قلبية. حبيبتي طبيعي بالتصريح الرسمي هيك بينحكى. حضرتك شو اللي عم تقولي؟
في إنسان مات اليوم ولسه مرته ما عم تستوعب خبر وفاته، شلون بدها تتحمل هالإشاعات البشعة؟ حياتي؟ ليش معصبة هيك؟ مو أنا اللي طالعت الإشاعة، هيك وصل لأدني. ومين قال لي للزوقية اللي وصل لك هالحكي؟ هلأ بصراحة ما بعرف مين، بس أنا هيك سمعت، هيك عم ينحكى. لا، معناها وقت تعرفي مين يا ريت تبقي تقولي لنا. شو هالدنيا هي؟ إن شاء الله مرته لنادر بيك تعرف مين هو وتمسح الأرض فيه. حلو كتير هذا الحكي دجلة، يسلم تمك. أنا كمان هيك كانت ردة فعلي بالضبط، بتصدقوا؟ قلت لهم أنا نادر بعرفه كتير منيح، قلت لهم أبداً وقطعاً ما بيعمل هيك عملة بشعة، وسكت الكل. أنتوا ريحوا لي حالكم، تركوها علي أنا. هلأ بعد وفاة نادر مرته اللي رح تستلم الوكالة، ما يمكن تنباع، مين بيعرف؟ لنشوف. الزلمة مات بسببنا. طلع إجازة عمو نادر، عيش حياتك عمو نادر، رح تقتل حالك من الشغل يا عمو نادر. وبالأخير اقتنع منها وطلع على الإجازة ومات. يا ريت لو ما سمع كلامنا. ألو نعم نهال، وقفي تمام، شو المشكلة؟ تمام، ممكن تعطي التليفون؟ طيب أنا رح لاقي حل نهال، خلص أنا رح لاقي حل، سكري وأنا رح أتصرف. بكره الناس اللي بيكونوا لحوحين. ألو دجلة، رح أبعت لك رقم مساعدة المخرج جاني، تعرفي منا وين اللوكيشن وبتروحي بتطالعي لي بارش من الكرفان. كيف ما فهمت؟ بارش وبيسام متخانقين مع بعض. متخانق مع بيسام؟ لا تحكي ولا كلمة قدامها لهي. إيه نعم، بنته لسراج الغليظة مثله نرفزت بارش. يلا روحي حليلي هالموضوع بقى. تمام رح حلها، يلا طالعة فورا. شكرا لك. عفوا حبيبتي، في شي مشكلة بموقع تصوير حكاية من الخيال؟ لا ابنو. آه قلتي بيسان، فكرتها بيسان أوزال. لا مو هي، أنتي فهمان القصة. إيه حبيبتي ولا يهمك، يا عمري أنتي. الواحد بهيك يوم المفروض يقعد عائل. نحن عايشين بتراجيديا وهن راكدين ورا الدراما المزيفة. مزبوط والله. قديش؟ 120 ليرة. 120؟ ممكن فاتورة إذا سمحت؟ كنت أحكي من الأول أختي، في معك ألم؟ في. حضرتك اللي حكيتي معي؟ دجلة وأنا نهاد. ست لميس ما قدرت تجي؟ سمعتي بوفاة نادر؟ إيه بلا بقية بحياتكم. شو بارش بهذا الكرفان، إذا ما طلع خلال 5 دقائق المخرج رح يمشي. تمام أنا بحلها. بترجعك لاقي حل بسرعة، الأوردر واقف. خلص ما تقلقي. يا آسر بعد إذنك اقنعي لبارش خلينا نصور هالمشهد ونمشي، اليوم عيد ميلاد بنتي، بدي لحق أخذ له هدية وروح. طيب رح أتصرف بعد إذنك. أنا رح نطر العالم شوي هالمرة. بارش مرحبا، أنا دجلة، فينا نحكي أنا وياك شوي؟ طيب. هي أول مرة بحياتي بشوف كرفان ممثل. لميس عصبت لأني سويت مشكلة بهيك يوم وبعتتك إليك، ما هيك؟ هي حكتني على التليفون، ما شفت وشها بس أكيد بتكون معصبة، ويمكن العرق يلي هون بيكون بلش ياخذ ويعطي. فرجيني لما تعصبي كيف بيكون وشك؟ بارش ليش هيك عم تعمل؟ لأنه كل يوم بكل مشهد مليت من أني انتظر بيسان، مو بس أنا، المخرج، الإضاءة، 150 شخص قاعدين ناطرين بيسان خانهم لتخلص. إذا خلصت شعر ما بتخلص مكياج، وبعدين تيابة ما بيعجبوها، المهم هي تطلع حلوة وما بيهمها شي تاني. لك أنت ممثلة وشغلتك توصلي دواخل الشخصية، مو تشتغلي عارضة.
هالمرة خليها هي تنطر. بس هلا انت هيك عم تعمل نفس الشيء، ليه كل هالبشر هلا ناطرينك برا؟ عم اعمل لها درس، المهم تكون اخذته. طيب خليكن هيك عم تتناقروا لك، هي تنطركن للمكياج وانت بتحرد وبتقعد بالكرفان، وبالاخير ما بتوقع غير براس هالمساكين يلي برا. لك انت قديش شو احكي؟ ولا شيء. قولي هلا بدي اسمع. قديشك واحد اناني؟ ما كان قصدي بهالمعنى. طيب حاطلع، بس عندي شرط، بدها تجي بيسان بالاول تعتذر مني. تمام، بروحوا بحاكيها. يا ريت لو ارتحتي اكثر شوي اليوم بالبيت فريده. لا يا عمري انا منيحه، طمني. يا ولاد اكيد فكرتوا بترتيبات جنازه نادر، مو يعني ما بدي جيلان تشغل بالها بهالامور وتزعل وتتضايق اكثر. ايه انا ما عملت ترتيبات جنازه من قبل، بس عم بستفسر. اي ماشي منيح. وكمان نحن لازم نعمل شيء بالوكاله. جيلان الوريث الوحيد لعمي نادر، ما هيك؟ ايه. وشو بتعمل بالوكاله يا ترى؟ بس ما تجرب الديره هي. انت هاد اللي عم تفكر فيه؟ لا تسوي لي حالك عاطفي وانا المادي. بس فعليا انت هيك، اول ما سمعت بخبر الوفاه ركدت بدك تشيك على حسابك بالبنك. مو بس مساله مصاري، هي الوكاله بمثابه ابنه العمي نادر، وهي امانه برقبتنا. بلشنا بهدول الفزلكات. اللي رح يسمعوا بوفاه نادر شو حيفكروا اول شيء؟ لميس منافسينا برايك شو حيقولوا؟ رح يقولوا وكاله ايجو انتهت، ورح يتصلوا بعملائنا ويقلبونا عقلهم. وبتعرفي ممثلين بلدك عقلهم جوستين بخرج. جلال بيك، جلال بيك، أوزغا أوسبريتشي على التليفون بدها تحكي مع حضرتك ضروري. أوزغا أوسبريتشي؟ ليش هي بتعرف تستعمل الموبايل غير للستوريا؟ قال سمعت بوفاة نادر بيك وبدها تعرف إنه إذا حضرتك بعدك بالوكالة ولا لا. ها هي إجاكم المساك؟ يلي بده يروح يروح، وإذا انجبرنا خلي هالوكالة تفلس ما بيهمني. وأهم شي هلأ إنه نعمل مراسم جنازة تكون بتليق باسمه لنادر. إيه ومن بعدها ببقى بفكر بكل هالأمور الفاضية. ليلى لك شو أخبارك؟ إيه الريتنج منيح، أنت منيحة ما هيك؟ يعطيكم العافية. لك سمعتون عم بيقولوا إنه في خناقة عندكم باللوكيشن بين بيسان أوزال وهذا شو اسمه الشاب بارش، صح؟ لا ما في خناقة أبداً، هني بس زوروا بعض مو أكتر. أنت شو عرفك؟ أنا بدرى بكل شي، هات احكي لي شو الموضوع. ما فيني احكي ولا معلومة، بعدين المخرج بيطلع روحنا إذا عرف إنه الأخبار عم تتسرب. بعتذر منك، لازم روح على شغلي. أها مرحبا. ماني بمود اتصور أنا وياكي هلا. عفواً أنا ماني معجبة، أنا من الوكالة، اسمي دجلة، مساعدة لميس خان. بارش طلع لبرا؟ لا لسه، بالأول بده ياكي تعتذري منه قدام الكل. أنا أعتذر؟ ليش؟ لأنه حضرتك بتضلي عم تنطري العالم كل يوم. شو هالتخبيص هاد؟ ليلى إذا سمحتي، أنا شي مرة خليتكن تنطروا لحد اليوم؟ قال عم تضيعي وقت كتير على شعرك ومكياجك. لأنه من حقي اطلع بأحلى طلة قدام الملايين اللي عم يستنوني. بعدين عفواً أنا ماني مضطرة أعتذر منه، أنا لحد اليوم ما اعتذرت حتى من أبي. فهمت. ألو؟ ألو؟ لميس خانم،
هلا بارش قال اذا بيسان بتعتذر منه بيطلع بيصور، وبيسان قال ما بدها تعتذر منه، شو بدي اعمل؟ رح تكذبي، رح تقولي بيسان اعتذرت منك قدام كل الكاست، رح تقولي له توسلت وترجت لتسامحها. بكر ساوي لي اسبريسو اذا بتريد. انا لما شغلتك شو قلت لك؟ ما تقلي لي شو المشكله، قلي لي شو الحل. تمام، وهو هيك تمام. انا لو ماني شايف بعيني ما بصدق. ها لميس، سمعتي شو كاتبة مصاصة الدماء عن عمي نادر؟ إلا هاي الحرباية كاتبة فاجعة أثناء الخيانة. شو؟ الحمد لله أنه دجلة سمعتها كلمتين بجنابها وقالت لها أنه مرته لنادر بيك رح تمسح الأرض فيها بالمحاكم. شفتي شو حقيرة؟ بعرف. جلال؟ جلال؟ أنت حاكي مع توبة بيكستون؟ ايه؟ بالله؟ مو على أساس ما رح نسرق ممثلين بعضنا؟ هاي مو ممثلتك، ممثلتي أنا، أنت اللي حاولت تأخذها وما مشي الحال. وهي عزلتك بعد ما خسرت الدور بفيلم بوند، بتتذكر؟ حياتي أنت خلي الذكرى اللي عندك لمواعيد مديرك، بلا ما يصير في مثل السنة الماضية وينسى عيد زواجه. أنت وتوبة ما كنتوا رح تتفقوا كتير أصلاً، هي ما بتقبل تنط بأي عمل بس مشان المصاري. الحمد لله، عراب السينما التركية نطق أخيراً. لك غيرت رأيها لتوبة بعملية التجميل كرمال ما تظهر لي إنه خسرت. منعت مسيرة ممثلة إنها تصل لهوليود، دمرت العمولة اللي كانت رح تصل للوكالة. لك أنت أناني. أناني؟ أنا أناني؟ إيه أناني. أناني لا. أناني إيه. إذا أنا أناني جنابك شو بتكون؟ لسه ما طلعت جنازة عمي. أوه طيب راشوة، خلاص بكفي، ما بدنا مشاكل خلاص. يعني هلأ مو وقت مشاكلكم، لازم نفكر بمستقبل الوكالة. شو اعتذرت؟ ما اعتذرت ولا رح تعتذر. وقال هي وصلت لهالعمر ولهلأ مو معتذرة من أبوها ولا مرة. أميرة أبوها لميس خانم نصحتني إني كذب عليك، كان لازم إلك إنه بيسان اعتذرت منك قدام الكل واحد واحد، بس أنا اخترت إني أكون صادقة معك. وإنت إذا ما طلعت من الكرفان هلأ لميس خانم رح تقيم قيامتي، ويمكن تقلعني من شغلي كمان. وقتها رح ارجع استنى على باب المنتجين، رح يقولوا لي بنرجع من خبرك، وما رح يخبروني. ورح اتاخر على مواعيد جرد المستودعات يلي عم بشتغل فيهم بالليل، والمصروعه يلي بتحط لزقات على كل اغراضها رح تقلعني من البيت، والمسكين يلي ناطر برا رح يتاخر على عيد ميلاد بنته الليله. بس طبعا مشكلتك اكبر من كل هاد. تمام. ما بتتقارن مع اي مشكله. قلت تمام هلا؟ ما بدي تتعاقبي لأنه ما كذبتي بسببي، لهيك رح كمل تصوير. عن جد شكراً كتير، وعرفانة شو بدي قلك. بالنهاية أنا ممثل وعندي مسؤولية تجاه شغلي، ماني مجرد زلمة وشو حلو أو عارض. بس بالأول في شي لازم نعمله. شو هاد الشي بقى؟ بعرف انت جنيت؟ شو اللي عم تعمله؟ لك بس فهمني لوين بدنا نروح؟ بعرف؟ ها؟ استنى يا استاذ، لوين رايح؟ لوين رايحين؟ استاذ بعرف؟ الكل عم ينادونا، خليني اقول لهم كلمتين مو حلوة. كلهم عشر دقايق وراجعين. هيك رح يوقف التصوير. لك عنا تصوير؟ عشر دقايق وجايين، قبل ما تخلصوا استراحة الأكل رح نكون هون. استاذ ما تقلقوا راجعين، بس عشر دقايق. ورفيتك ليش بتحط لزقة على كل الأغراض؟ لأنه ما بتحب نستعمل أغراضها يلي هي شاريتها. عن جد مصروعة هي؟ ايه قلت لك من الأول إنها مصروعة. شو في هلا؟ لوين رايح؟ انت استني. تمام. الشباب قلتي لي عيد ميلاد بنته اليوم؟ كان واقف جنب الكرفان، شاب ناعم اسمر، على الاغلب انه مساعد المخرج. فاتح؟ فاتح. تمام. هي هدية لبنته بعيد ميلادها. شو حلوة.
السنة الماضية كمان ما احتفلت بعيد ميلادك، لهيك هي هدية عيد ميلادك. بس نحن ما كنا منعرف بعض السنة الماضية مع الأسف. شكرا. يلا امشي. حلوة كتير. يا الله بتجنن. هويلي منيح هيك؟ يا سلام. يا جماعة، أول شيء بدي أعتذر من الكل. أستاذ، إذا ما قلعتوني لهلأ أنا جاهز. صار فينا نبلش تصوير. أخي فاتح، أنا سمعت إنه اليوم عيد ميلاد بنتك. أي صح. فحبيت جيب لها الهدية الصغيرة. شكرا. إيه؟ يلا خلونا نصور بقى. يلا، استراحة الغداء خلصت يا جماعة، تفضلوا على التصوير. بعد هيك يلا استعداد الكل. كلاكيت، اعطونا خمسة. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، أكشن. وبعدين لإمتى بدنا نضل نلتقي بالسرقة؟ خلينا نتحمل كمان شوي حبيبي لو سمحت. إذا أعلننا حبنا هلأ رح ننضر نحن الاثنين. طيب مثل ما بدك. كات، جهزوا لنا المشهد اللي بعده يا جماعة بسرعة. عفواً؟ لحظة، أنت وين بدك تقعد؟ مع الكرسي ليه؟ ليك ما تغشم حالك، هذا مكان عمو نادر. ممكن تقعد بمكانك لو سمحت؟ والله بلاها هاي العاطفية الزايدة، لازم حدا يقعد مكان عمي نادر ويستلم إدارة الوكالة. أنا موافقتك، بس المفروض نحدد اجتماع تاني ونحدد من خلاله مين اللي رح يكون، ولوقتها كل واحد فينا رح يضل قاعد بمطرحه. يا جماعة عنا مسائل لازم نلاقي لحل، بنتناقش بهالموضوع بوقت تاني. طيب معلش. تمام تمام خلص. الله يرحم عمو نادر لما قال عنك مولده. لا تحرف الحكي، كان عم يحكي لمصلحتي وقتها. وقت الحكي عن تعصيب لميس كمان لمصلحته. وكمان قال عنك انك ممكن تحرق الدنيا مشان مصلحتك، اصلا مو وقته هالحكي. بلش الاجتماع ركدي. من وين بناخذ مصاري للتاكسي؟ المحاسبه بيضيفوا لك ياهن على معاش. يعني ما بيعطوني شيء ليصير لي معاش؟ يا الله. كل غايتي انه تكون اداره الوكاله باحسن صوره، وانا ما عندي مشكله يا جماعه، اللي بيلاقي حاله احسن مني تفضل يقعد على الكرسي. مستحيل يكون في. اسف على التاخير، بس كان في كتير زحمه على الطريق. نبلش؟ خلاص مو مشكلة، اعتبروا كرسي عادي، أقل من عادي حتى. شغلة فاضية. طيب، بسبب بعض الإجراءات القانونية نعش عمو نادر ما رح يصل اليوم، لهيك في عنا مسائل مستعجلة لازم نحلها قبل الجنازة. بالبداية بدنا نتقاسم العملاء اللي كانوا يستلمون، الشغل بده يمشي والحقيقة بقى من الميت. تمام، معناها إذا هي المسائل من أجل الاجتماع لبكرة وبتكون معنا فريدة. فريدة خارج التغطية لتخلص الجنازة، وأصلاً كانت عم تقول إنه مو ملحقة على عملاء اللي مستلمتهم. برأيي ما انتهى بقى أكثر من هيك. أنا حكيت مع رفقاتي اللي من باقي الوكالات، قال عمين حكى إنه بعد ما توفى نادر بيك ما رح نقدر ندبر أمورنا وكل عملائنا حيتركونا. شفت؟ حلو كتير حضرتك قاعد عم تحكي على وكالتك هون وهنيك. أنا عم بنقول شو عمين حكى علينا برا. لازم نمسك زمام الأمور فوراً
ونتخطى مسألة الثقة بالوسط. أنا عملت توزيع مبدئي للممثلين، فإذا عندكم نقاط اعتراض من نتناقش فيها. جلال تفضل. أنت نزلت البشر على ملف إكسل؟ جلال بيك هذا عاملون جرافيك؟ أي طبيعي طبيعي. أدوار الممثلين بآخر 5 سنين، عقودهم، نسب العمولات. أنا وتولين من الصبح هون عم نشتغل على الملف. عطينا نوكيد دوره قلنا شو نعمل لنطالع لألبوم جديد؟ بآخر فترة ما كانت عم تمثل كتير، بس عندها أفلام كتيرة، ممثلة قوية. كأنه عميلك المعروف بمشكلة الكحول دولياً ملبسني يا إلي. قنعي روحي تعالج. أنا بدلك على مركز منيح. حلو، مدام بتعرف المركز أنت خده. بالمناسبة اتصلت فيني نباهات شهري، إذا بتحب نقلها لعندي. هي خبرتني إنه بدها إياني يكون الوكيلة تبعها بعد عمو نادر. ليكو لميس اللي بتتهم هذا وهداك بسرقة العملاء. ما شاء الله عليك، ما قعدتي فاضية، دغري اتصلتي بزبونة عمو نادر وطبقتيها. هي اتصلت قالت إنه بدها تشتغل مع حدا بيحب السينما وبيقدرها، مو مع تاجر بينزل معلوماتها على ملف إكسل. إيه؟ حلو كتير. لكن إذا فلست الوكالة بيسلمي لي على السينما. لك هي حركات السينما المستقلة هي. شفتي لي هالنمر؟ بس عن جد عيب كتير هيك. هلأ صار اسمه مكتب صبيح. جبتيها معك من البيت؟ لا، هدية من بارش. بكرة بحكي لك. لا ما في لزوم، فهمت. هدول حركات الممثلين، بيعملوا مصيبة وبيلبكونا فيها وبعدين بيضحكوا علينا بهدية وانتي بتكوني طاير عقلك من الفرحة. لا مو هيك القصة. لك انتي بدك تعلميني على الممثلين وحركاتهم. هنن بيحسسوكي كأنه ما في حدا غيرك بهالدنيا كلها ياتا، بيعطوكي اهتمام وبعدين بعد كم يوم ما بيتذكروا اسمك حتى. يعني كلهم هيك؟ أكيد. هلأ في استثناءات، مو كل أصابيعك مثل بعض. يلا يلا سوسو نحن طالعين. يلا وأنا لاحقتها. شو رح تلبسيها؟ ايه شلون؟ ما نص هذا كتير مو هيك؟ لميس خانم قالت انه مطعم متواضع. اذا هي قالت هيك اكيد بالنسبة لنا بيكون افخم مكان. يا بنت انتي دخلتي عالم مشاهير عن جدها؟ رايحة تتعشي مع نباهات؟ انا متوترة كتير، لا تحكي هيك مو ناقصني. يا ريت لو جبنا فساتين لحفلات الكوكتيل كمان. ايه انا كمان كنت عم اقول لو ما جبنا هدول. وليش هالحكي؟ انتي ليش عم تخشخشي؟ في صوت. لانه دهن زيت الكاكاو على فخادي ولفيتهم بالنايلون وعم بشرب 3 لتر مي كل يوم. رح أغلبك يا سلوليت. هيك بدك تغلبي؟ الناس بيصرفوا بالهبل وما بيقدروا يخلصوا من هالعلة. ما علينا، سامحيني دجلة، أنا استعملت من الأسيتون تبعك، لا تواخذيني. نسامح شو هالشغلة؟ بالمناسبة أنت شو عملتي بمكان النومة؟ اليوم جاية بنت خالتي. دجلة بتنام بأوضتي، وهي قرايبتك يلي جاية بتنام هون على الكنباية. ايه طيب. ايه بس الفواتير رح تكون شراكة، لا تنسوا. ما أخلص. وانتي التانية شلون بتسامحيها بالأسيتون تبعك؟ آه؟ لكن سيا شو بدك فيها مهبولة؟ اليوم دافع على التاكسي 240 ليرة روح رجعة، صار لازم روح على المستودع. شلون بدك تشتغلي وانتي بهالظرف؟ آه؟ طلبي سلفة وخلاص. سلفة شو؟ لسه الوكالة مو مبين شو وضعها. أنا هلأ خايفة يسكروا الوكالة وابقى عاطلة عن العمل. تخيلي يصير هيك، منين بدي ادفع لك حق هدول؟ الحمد لله يلي ما شلت الكرتن عليهم، بلكي منرجعهم. لا ترجعي شي، أبوكي سالب بيلاقي طريقة. ما عم تزعلي لأن عم أقول عن أبوكي سعلب مو هيك؟ لك لا، ليش لحتى أزعل؟ إذا هو عم بيقول عن حاله سمكة قرش غريب كتير مو هيك؟ من جهتي أنا بشوفه واحد أناني وبلا شفقة وبلا مشاعر حتى، بس أكيد وجهة نظر بيسان بتختلف. بتشوفه أب لطيف وحنون طبعا، أو يمكن هو نفس الزلمة بس أنا يلي بشعة وعاطلة ما بعرف. بجوز مشان هيك ما قدر يحبني مثل بيسان. تعي لعندي. لك أنت بريئة مثل الأطفال، هداك الواطي كيف بيسخف فيكي؟ مرته كانت بالمكتب، لو تشوفي شلون رجف من خوفه انها تحس بشي. هم هم هم. تعلمي هدول دجلة. الواحد بيتأثر شوي، بيقول بنتي خافت يكون صار لي شي، يعني بيحرك عليه ضميره. بس ما حرك شي. امك بتعرف انه رح تشتغلوا بنفس المكان؟ لسه مو مبين شي، بالاول لأتأكد، يعني بجوز تتسكر الوكالة فما في داعي. انا ما رح ازعل ابدا، بتصدقي؟ مو طبيعي كل يوم تنجرحي من هداك الزلمة وتجي على البيت هيك، انا قلبي معبى منه. ليش مين قالك عم منجرح؟ شو هالحكي؟ أنا ماني ناطرة منه شي أصلاً، كل ما قلت توقعاتي كل ما زادت سعادتي.
صحي إذا سكرت الوكالة شلون بدي أشوفه لبارش؟ يعني ضروري تشوفيه بالشغل وبس؟ بس أيمن قال لي إنه ما عاد يتعرف علي وقتها. لك لا تردي عليه، هذا بيكون مو عرفان شو عم يحكي. خليه من جوا. شو عملتي؟ ليش هيك؟ أنا قلت لك بدي رجعه. ما بترجعي، اعتبريه مكافأة لنفسك. شو ما بتستاهلي؟ وأنا كمان رح كافئ نفسي بألف سكواد باليوم. شو مزروعة؟ شلون بساوي شعراتي؟ باخدهم هيك يا هبلة؟ افرديهم أحسن. ايوه افردهم. فهمت عليكي. تمام. لو تشوفيها طلعت أحلى مما منشوفها على التلفزيون وبمراحل. ماني عم صدق لهلأ موت نادر. مزبوط اللي عم ينقال عن سبب موته لميس؟ لو سمحتي قليلي إنه ما مزبوط. لا طبعاً مو مزبوط، إجته جلطة وهو بالبحر. سمعت الحكي اللي عم ينحكى يمين وشمال عنه بالعاطل. البشر توسخوا كتير كتير. لو سمحتي لا تردي على الإشاعات نبهات خانم. والله أعلم شو بدهم يألفوا علي لما أنا موت. الله يطول بعمرك. لا تقولي هيك، الله يطول بعمرك. كانت فاجعة بالنسبة إلي، يعني صديقي الغالي ومدير أعمالي اللي قلنا سنين مع بعض خسرته. مستحيل حدا يأخذ مكان نادر، بس بأكد لك أني رح مسلك بأفضل طريقة. وهذا الفيلم عند موتنا؟ إيه، فيلم علي بيلجن. بعرف السيناريو، كنتوا عاطين موافقة مبدئية ورح توقعوا العقد بأقرب وقت، صح؟ والله أنا غيرت رأيي بتمثيل الدور. عفواً؟ بصفتك مديرة أعمالي الجديدة ممكن تتصلي بعلي وتخبري أنا بعتذر. ما فيك تتراجعي، بعد 3 أسابيع رح يطلعوا تصوير، يعني الأماكن والكاست كل شيء تحدد، وكل الحكاية مبنية على شخصية حضرتك. كله هاد ما بيهمني. نبهات خانم، لا تأخذيني آسفة على الإزعاج، أنا كتير معجبة بحضرتك. عفوا بس نحن عم نحكي بشي مهم هون لو سمحتي. آسفة. شو عملتي لميس؟ الفنان ما بيتجافص مع معجبينه بتاتا. معك حق. ليكي نبهات خانم، حضرتك زعلانة كتير على موت عمو نادر، أنا متفهمة هالوضع. إذا بدك أنا بحكي معهم، بلكي من أجل التصوير أسبوع زمان، وحضرتك بهالفترة بتكوني ارتحتي وبتطلعي على التصوير. المسألة مو بكوني تعبانة، القصة متعلقة بالمود والنفسية. نفسيتي حالياً ما أنا مناسبة لألعب هاي الشخصية، هي سوداوية كتير لميس، وأنا محتاجة للنور بهالفترة، فهميني؟ أي فيلم بتلعبي فيه دور بضوي مثل نور الشمس نبهات خانم؟ شكراً لذوقك حبيبتي. أكيد ليكي، كلنا عم نمرق بصدمة هلأ، كلنا مصدومين. يعني لو سمحتي حاولي ما تستعجلي باتخاذ القرار، فكري بعمو نادر، هو كان بيوده أنه تكوني قوية وتكملي بحياتك الفنية. إذا تكرمتي بهالدور مثلاً فيكي تهدي لعمو نادر، قديش بيكون مبسوط؟ نادر كان دائماً يقول لي إني اسمع صوت قلبي واختار، وأنا هيك رح أعمل. قلبي عم بيقول لي هالدور مانو مناسب لي. لو بتسمعي صوت المنطق بدل صوت قلبك هلأ، يعني هالفيلم رح يعمل صدى كبير بالمهرجانات. لميس، أنت من وجهة نظرك ما في شيء أهم من السينما والمهرجانات؟ في طبعاً، بس يعني لو سمحتي لميس، مو بس حياتي المهنية، ممكن تفكري بسعادتي وراحتي شوي؟ تمام، بس كمان في ناس كتير كانوا عم بيحضروا مشان هذا الفيلم من زمان، يعني رح تكوني سبب قطع رزقتهم هلا. كل هالتعب والمصاري رح يروحوا على الزبالة. شو رأيك تفكري بغيرك شوي بدل ما تكوني أنانية؟ يا ترى انفصامات الفنانين هاي شو آخرتها؟ ممكن افهم؟ خانم كيف هيك عم تحكيها؟ عفوا نادر، بعمره ما حكى معي بهذا الاسلوب. روقي والله مو قصدي. خلص ما عاد بدي كمل شغل مع وكالة إيجو. لا 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 لا، لحظة، أنا أعصابي تعبانة، اسمعيني، حقك علي، استني لحظة إذا بتريدي. نبهات خانم الحقيقة، حاولي تتصرفي. نبهات خانم بترجعكي ما تمشي هيك. لميس خانم عم تمر بأصعب يوم بحياتها، وأكيد حضرتك نفس الشيء، وإلا هي ما كانت حكت معك بهذا الأسلوب أبدا. أنا ما برجع على طاولة قمت من عليها. رح أنصحك نصيحة، إذا بدك تتقدمي وتتطوري بشغلك، أصحك تاخدي مديرتك قدوة إليك.
صباح الخير لميس خانو. بالمستقبل إذا أنا عملت المساعدة تبعي بهالشكل صفقيني كف على نص خلقتي. يعني لو وقتها رح نضل عم نشتغل هون وعم نترقى فوقها؟ والله شايفتك متفائلة كتير. صباح الخير. صباح النور سراج بيك. سراج بيك؟ هلا نعش نادر بيك ليش لساته بالهواوي؟ هواي بكر مو هواوي. إيه شو مكان؟ هواي اسم الجزيرة اللي توفى فيها. عندهم إجراءات قانونية ناطرينها تخلص. صحيح. بالمناسبة سراج بيك، جيلان خانم بعتت إيميل طلبت مني إبعت لها سيارة تجيبها من المطار المساء. رح تجي بدون ما تجيب النعش؟ شفتي؟ الزوجة كمان لحد الموت وبس، لو كان عنده شقفة ولد كان بيستنى جنب راسه لحتى يندفن وكان دفنه بإيديه لهالمسكين. بعتوه لحدا يجيبه. طيب. هيك لكان بخلقتها للمخلوقة. قلتي امتى بدنا نخلص من انفصامات الممثلين؟ هيك دجيتيها؟ قدوتي انتي قدوتي. رح اطبع هاي الكلمة على كنزي. ايه؟ انا شلون قدرت احكي مع نبهات شهري بهالشكل؟ شلون تصرفت بهالشعور كله هاد؟ ماني مصدقة. انتي رح تبعتي ورد وبعدين تتأسفي ولا رح تتوسلي مثل الكلاب بالاول وبعدين رح تبعتي الورد؟ شو؟ ليك اصحك تقول لسراج. طيب ما بحكي خلاص. وروحت الفيلم كمان. لك لو تقرا السيناريو جلال، عن جد من سنين طويلة ما قريت حكاية حلوة مثل هاي. لو تحكي مع المخرج وتقنعي تلاقي له ممثلة غيره. مو ممكن، طالعين تصوير بعد 3 أسابيع وما عاد في وقت لحتى نلاقي ممثلة بهالمواصفات بهالفترة القصيرة. صعب كتير والله. ما علينا. انت بتعرف كم انسان بيموت بالنهار من ورا الوقعه وهنن عم بيطلعوا بالتليفون؟ خليكي بحالك. خوفتك مو؟ لازم تخاف على حالك. خلصنا تولين. بارش وبيسام متخانقين؟ طيب وانا ليش مثل اي انسان عادي عم بعرف الحكي من السوشيال ميديا؟ معقول نازل هيك خبر؟ اخر قنبله لاريج خانوم. الاحباء على الشاشه واعداء في التصوير. رياح الكره تهب بين كل من الثنائي بارش وبيسان العاشقين الملهمين للملايين من مسلسل حكايه خيال، وتم ايقاف التصوير بسبب خلاف بينهما. يا الله. تعرف جد بنت لهالبنت كانت لطيفه بالاول. اليوم لازم نروح لعند جيلان ونحاكيها. اليوم رح تكون تعبانه بلا ما نضايقها. لك يا ابني لازم نروح قبل ما يسبقنا حدا ويحكيها بخصوص الوكاله. تعي منيح اجيتي، كنت رح ناديلك. اختاري اغلى شوكولا على الانترنت وبعتيه على بيت نباهات شهري. طيب شو؟ عفوا فتحتي شيكتي على السوشيال ميديا؟ لا. خلص سلام. شوفي شبك بنتك والممثل تبعي دمروا مسلسلهم. جهاد عم يتصل. قالوا نعم جهاد بيك. ايه انا كمان شفته. يا ربي. ايه عم اسمعك. ايه طبعا الحق معك. لك يا جماعة الخير، والله تعبت وطقت روحي. انا منشان خلي هالمسلسل ينشهر صرت صارف عليه بالهبل. الله وكيلكم، وصلنا للحلقة 13 وأنا عم أخسر وحط مصاري. عم تصور المسلسل بخسارة؟ طول الوقت عم بدفع للممثلين وفوقها عم بدفع عمولاتكم. ما عم بدفع لكم سراج؟ لميس ما عم بدفع لكم؟ عم بدفع. ما حدا عم يقول غير هالحكي جهاد بيك. طيب لكان شو مشكلتهم بارش وبيسان؟ شو الخلاف اللي بيناتهم؟ شو سببه؟ لا في خلاف ولا غيره، هذا خبر مفبرك من أخبار أريج مثل العادة. يعني كل يلي بالوسط بيعرفوا أريج وأخبارها. أنا وياكي منعرفها لميس، بس المشاهدين ما بيعرفوها. رح نشوف الريتنج هالأسبوع، الله يحسن آخرتنا. حكيت بيسام بالموضوع ونشرت تكذيب على السوشيال ميديا من حسابها الخاص، واليوم رح تاخد سيلفي مع بارش باللوكيشن. وأنا كمان بحكي مع بارش وبخليه ياخد سيلفي، هيك مو أحسن؟ هذا ما بيكفي، الجمهور بده اياهم يجتمعوا حتى بالحياة. حكيت السيناريست وفهمته، رح يضيف كم مشهد حب وغرام بالمسلسل، بس بالحياة الواقعية كمان بدهم شي يحركهم لهدول. شي مثل انه بارش وبيسان يكونوا عشاق عن جد؟ شو هالحكي لميس؟ بدك إلا لبنتي روحي عشقي بارش عن جد؟ لا سراج طبعا ما رح نقول لهم كونوا عشاق عن جد، بس فينا نطلب منهم انهم يتصرفوا هيك بفترة استمرار المسلسل. هي الفكرة ممتازة، أنا موافق عليها.
أنا بصفتي أبوها. لا تفكر بصفتك أبوها، فكر بصفتك مدير أعمالها. ليكو أنا عم أحكي بوضوح، الريتنج كل ماله عم ينزل، وإذا طلع له مسلسل قوي بهالموسم بطريقنا كلهم 4 أسابيع منكون عملنا الحلقة الأخيرة.